راح وطول. هيثم السعيد تقديمة جميلة لمباراة كبيرة مثيرة إن شاء الله تكون قوية وممتعة بين فريقي النادي الأهلي ونادي الزمالك في ختام الدور الأول للكرة الطايرة للسيدات بصالة الشهداء بفرع الأهلي بنادي الجزيرة. وكل التوفيق لفريق النادي الأهلي. لو أنت قاعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محدثكم دكتور مروان صالح يحييكم. ولو أنت قاعد في أمام شاشة قناة النادي الأهلي، هيبقى على يمينك النادي الأهلي بزيه الأحمر المعهود، وعلى شمالك النادي الزمالك بالفانلات البيضاء. وهيكون في دقيقة إحداد على اللاعبة في بداية اللقاء، هتقول عليه أو هتطلب بيه الحكم تغريد خطاب على روح اللاعبة مايا أحمد ثابت لاعبة الكرة الطايرة بالنادي الأهلي من الناشئين، والبقاء لله لوالدها ولأسرتها. أمام حضراتكم الحكم تغريد خطاب، الحكم الأول، الحكم الثاني ناصر حمدي، هيثم الملاجبي مسجل، مساعد مسجل أحمد علاء، مراقبين الخطوط مريم أحمد، سهام عاصم، إيمان أشرف، تقى حسن. وادي أمام حضراتكم هي تطلب من الحكم الأول، وادي كابتن تغريد خطاب، وادي كابتن عصام أنور رئيس لجنة المنتسبات هو اللي بيراقب المباراة، وبيراقب الحكام الكابتن مجدي حافظ رئيس لجنة الحكام. مباراة قوية، وكل المقيمين أو وكل المسؤولين باتحاد الكرة الطايرة موجودين في أرض الملعب بصالة الشهداء. ادي الكابتن احمد عبد الدايم اللي هو مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك، وادي امامنا ادي الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. وادي هنشوف ايه الاجراءات، هتعمل البروتوكول اللي هو التحيه والنداء على اسماء اللاعبات، وهيكون على يمنا النادي الاهلي شروق فؤاد رقم 9 اهي، كابتن شروق فؤاد بتتكلم مع الحكم، ومعاها ايه الشامي رقم 1، ورقم 1 آية الشامي شروق فؤاد رقم 9، وادي الليبرو الفريق سارة ندى وليد رقم 16 آية خالد مركز 3، رقم 10 مريم ثروت، وادي الانتظار لأداء، وادي المراجعة. مباراة قوية وهتكون ما بين فريقين، نادي الزمالك ونادي الأهلي للكرة الطايرة للسيدات، في اعتراض من الكابتن أحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك، معرفش وهنعرف على إيه. وادي الحكمة نزلت، حكمة تغريد خطاب، نادت على رؤساء الفريقين. منتظرين القرار انطلاق المباراة، وفي تأخير، والاتحاد المصري للكرة الطايرة سمح لأربعين فرد من مسؤولين أو من النادي الأهلي وأربعين فرد من نادي الزمالك لمشاهدة المباراة. ده النادي الأهلي حصل على هذه بطولة الدوري العام 38 مرة، زي ما قال الكابتن هيثم السعيد حصل على بطولات كتير، وكاس مصر 35 مره، والانديه الافريقيه 10 مرات، وخد الوصيف في البطوله الانديه الافريقيه في حوالي 7-8 بطولات، وخد 8 بطولات عربيه سنه، هنقول سنه 98 99 و2000 و2005 و2007 و2009 و2016 و2017، ده بالنسبه للبطولات العربيه. اما الانديه الافريقيه خدنا بطوله 90 99 2000 2003 2007 2009 2015 2016 2018 2019، خدنا لقب الوصيف في الانديه الافريقيه او في بطوله افريقيا سنه 87 88 89 97 2001 2005 2006. الجهاز الفني بقياده الكابتن حمدي الصافي لاعب النادي الاهلي، وطبعا من عباقره الكره الطايره في النادي الاهلي المدير الفني، وبيعاونه الكابتن ياسر صلاح
ومعاه كابتن احمد عبد الفتاح مدرب، وايهاب حسن مدير اداري، ووليد عصمت مخطط، ووليد عصمت اداري، وهدير وحيد طبيبه، ومنى عادل توفيق علاج طبيعي، وشريهان سامح محلل تقني. طبعا شريهان سامح الكابتن، شريهان سامح كابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر، ورانيا عبد العزيز مخطط احمال. دول الجهاز الفني والاداري والطبي للنادي الاهلي. وقلنا الحكام وقلنا اسماء اللاعبات، ومنتظرين القرار استئناف المباراه. هل مش يعني في تاخير ولا في ايه، ولا تغريد خطاب نزلت وشافت؟ وهنشوف دلوقتي هترجع تغريد خطاب اهي طالعه. ترتيب المجموعات في ترتيب المجموعه الاولى اللي فيها الاهلي، الاهلي متصدر البطوله ب 18 نقطه، فاز في كل اللقاءات، وهذا اللقاء مؤجل من الجوله الثانيه، كان يوم 11/11، والاهلي الاول برصيد 18 نقطه، يليه الزمالك 18 نقطه، وادي دجله الثالث 12 نقطه، الزهور الرابع 9 نقاط، الاتحاد السكندري 7 نقاط الخامس، هليوبلس السادس 3 نقاط، 7/6 اكتوبر السابع، 6 اكتوبر 3 نقاط، الثامن والاخير اصحاب الجياد نقطتين. ده بالنسبه لترتيب الدرجه الاولى لكره الطايره سيدات. اما كان ملعوب قبل هذا اللقاء مباراه الكره الطايره بين فريقي الاهلي والزمالك في تحت 14 سنه والمرتبط، والاهلي فاز 3-1، وكده بيدي الافضليه للنادي الاهلي في ترتيبه في ناحيه المرتبط، لان هو كان واخد مركز ثاني، كده بقى الاول بقى عنده 18 نقطه. بنقول المجموعه الثانيه في دوري الكره الطايره، الاول الصيد، الثاني سبورتنج، الثالث سموحه 13 نقطه، الاول الصيد 18، سبورتنج 17، الشمس الرابع 7 نقاط، الخامس الطيران 7 نقاط، الجزيره السادس 6 نقاط، 7 السابع ديلفي 3 نقاط، المعادي نقطه واحده. المرتبط ترتيبه بالنسبه ل 14 سنه في هذه المجموعه، وادي دجله كان الاول، خلاص بقى الاهلي الاول بقى 18 نقطه، ويليه وادي دجله، الزمالك ثالث 11، الرابع اصحاب الجياد 10 نقاط، الخامس الاتحاد برصيد 9 نقاط، السادس هليوبلس 6 نقاط، السابع الزهور 3 نقاط، الثامن اكتوبر ملوش ولا نقطه. كل الامنيات لفريق النادي الاهلي البطل، اصحاب البطولات الافريقيه والمحليه والعربيه في هذا اللقاء امام حضراتكم. لاعبات النادي الاهلي هنقولهم كلهم مره ثانيه: شروق فؤاد رقم 9 معد الفريق، مريم ثابت معد الفريق رقم 6، مريم ثروت معد الفريق الثالث رقم 15، ايه الشامي رقم 1 مركز 2، عليا هاني مركز 2 رقم 18، ايه خالد رقم 16 مركز 3، مي غزال رقم 14 مركز 3، سلمى يوسف رقم 17 مركز 3 برضه، ديانا رئيس. دول في اثنين محترفات من كوستاريكا بيتم تطعيم النادي الاهلي او دعم النادي الاهلي بيهم عشان يلعب بيهم، زي ما اتحاد الكره الطايره قال في محترفين في كل فريق اللي هو عايز يجيب اثنين لحد اكثر. ندى وليد رقم 2 في الليبرو، مريم الصغير رقم 3 ليبرو، دعاء الغباشي رقم 4 مركز 4، نهله سامح كابتن الفريق رقم 8 مركز 4، سارة أمين مركز 4 11، زين العالمي رقم 10 مركز 4، كارينا أكيسو اللي هي رقم 22 اللي هي من كوستاريكا. لحظات ويبدأ هذا اللقاء أمام حضراتكم. على إيدك اليمين فريق النادي الأهلي بزيه الأحمر البطل دائما والحائز على أكثر البطولات، 38 دوري و35 كاس والأندية وبطل الأندية الأفريقية. أمام حضراتكم لاعبات النادي الأهلي: رقم 5 ديانا رايس من كوستاريكا مركز 3، رقم 9 شروق فؤاد، رقم 2 ليبرو الفريق ندى وليد، ومعاهم آية الشامي رقم 1، وأدي أدي كابتن شروق فؤاد، ورقم 22 كرينا الكيسو رقم في مركز 4 من كوستاريكا، دي محترفه في النادي الاهلي. وادي ادي الاول ارسال هيبقى مع شروق فؤاد، وهيبدا اللقاء
واعتقد ان الاعتراض كان على ان المباراه نقلت الى صاله الشهداء. طبعا ده مش اعتراض، الملعب حسب تعليمات وحسب موافقات الاتحاد الكره الطايره والموافقات المتبادله بين النادي الاهلي واتحاد الكره الطايره، ومعروفه وادي كابتن حمدي الصافي وجهازه الفني امام حضراتكم، وعلى ايدك اليمين النادي الاهلي، وعلى بركه الله يبدا النادي الاهلي الارسال في الشوط الاول. وطبعا رئيس اتحاد الكره الطايره موجود، وانا شفت كمان معالي الوزير نائب رئيس النادي الاهلي عمرو فاروق موجود، وياسر قمر رئيس اتحاد الكره الطايره موجود، وثابت الكره تاني شروق فؤاد. اما نشوف ايه اللي هيتم. طبعا اكيد تاخير المباراه اكيد في دواعي او اعتراضات من لاعبي نادي الزمالك، وده دي الدقيقه احداد على روح اللاعبه مايا احمد ثابت اللي توفاها الله من ايام قليله. البقاء لله لاسره اللاعبه مايا احمد ثابت. ونبدا اللقاء القوي والممتع مع فريق النادي الاهلي الكره الطايره رقم 9 شروق فؤاد على الارسال. شروق هتلعب ارسال من اعلى، ارسال استقبال نادي الزمالك، اعداد ومحاوله تلعب بالبوكس مره ثانيه الاهلي، وضربه ساحقه من رقم 22 كارينا اكيس وتجيب النقطه الاولى للنادي الاهلي. على ايدك اليمين، يلا يا بنات اول نقطه، يلا دفعه معنويه اما ناخد اول نقطه واول ارسال، والارسال ثاني مع شروق فؤاد رقم 9. يلا يا شروق 10 على 10. هو انا 3 ولا مين 3؟ شروق فؤاد بتلعب استقبال نادي الزمالك، اعداد ودي ضربه ساحقه ومحاوله، ولكن كده في دفاع مش حلو، فنقطه التعادل لنادي الزمالك. الارسال مع الزمالك، ارسال من اعلى استقبال نادي الاهلي، اعداد ومحاوله ضرب ساحق من ايه الشامي، ومحاوله ثانيه ايه الشامي تضرب مره ثانيه، يلا وادي حائط صد ومحاوله مره ثانيه، دفاع عن الملعب من شروق واعداد وتعديه لملعب الزمالك، اعداد خلفي وضرب خلفي ومحاوله من لاعبات النادي الاهلي لخطف النقطه، ولكن نقطه ضائعه، والنقطه رقم 2 ل نادي الزمالك، 2 الزمالك 1 النادي الاهلي. يلا يا بنات نلعب ونستقبل ونشوف التغطيه على حائط الصد والتغطيه على الضارب، ومحاوله من الارسال من اعلى مع مليكة البرازيليه، واعداد وضربه ساحقه ونقطه التعادل للنادي الاهلي، نقطه التعادل من مركز 2. ورايحه كارينا اكيسو هتلعب الارسال اهو، اعداد خلفي وطالعه اهي الكوستاريكيه كارينا اكيسو، وبتلعب وبتجيب نقطه وهي رايحه على الارسال رقم 22 اهي، ارسال من اعلى لعيبه منتخب كوستاريكا ومحترفه في النادي الاهلي، ارسال واستقبال ومحاوله مره ثانيه من نادي الزمالك، ولكن نقطه للزمالك. نخلي بالنا من الكرات اللي هي في اخر الملعوبه في اخر الخط. ارسال من اعلى، استعداد واستقبال من لاعبات النادي الاهلي، استقبال جيد واعداد ومحاوله مره ثانيه، وادي مره اخرى في دفاع عن الملعب من الليبرو ومريم ندى وليد، وادي مرة تانية النادي الأهلي، وهتشوط رقم 10 من النادي الأهلي زين العالمي، ونقطة للنادي الأهلي، نقطة ثلاثة، النقطة الثالثة ونقطة التعادل. يلا لاعبات النادي الأهلي متحفزات، إن شاء الله يحققنا الفوز، ومباراة هتكون قوية وممتعة ومثيرة. إرسال من النادي الأهلي من رقم 15 مريم ثروت، مريم هتلعب ارسال من اعلى استقبال اعداد، ودي ضرب ساحق وحائط صد من لاعبات النادي الاهلي مره ثانيه خارج الملعب،
لا نقطة حسبتها تغريد خطاب للنادي الأهلي. أربعة الزمالك، أهي طالعة مريم متولي بتضرب من نادي الزمالك وداخل الملعب. مراقب الخط إيمان أشرف مشاورة عليه. إرسال مرة تانية من استقبال من النادي الأهلي ومحاولة وضربة ساحقة مرة أخرى. أدي إعداد من شروق وحائط صد ولكن ما عداش الشبكة. النقطة الرابعة. يلا 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 نعوض الكرة دي، النقطة دي نقطة. يلا يا بنات. إرسال من نادي الزمالك، استقبال تحفز واستبسال وشجاعة من لاعبات النادي الأهلي. إعداد، محاولة ثانية للضرب الخلفي ودفاع عن الملعب. مرة أخرى فريق نادي الزمالك خارج الملعب. تاتش بلوك مشاور عليها الحكم تغريد خطاب. ونقطة لنادي الزمالك وفارق اثنين، فارق ثلاثة. الإرسال مع نادي الزمالك. مايا ممدوح وادي محاولة من النادي الأهلي. مرة أخرى ضرب خلفي من كارينا بلعبة كوستاريكا. مرة تانية هي طالعة بتضرب رقم 10 من النادي الأهلي زين العالمي. ولكن في كده اعتراض من الكرة اللي فاتت وبتستفهم منها كابتن آية الشامي كابتن الفريق على الكرة. سبعة وقت مستقطع طلبه الكابتن حمدي الصافي طبعا عشان يصلح الأخطاء، ولو في أخطاء فنية أو أخطاء على الشبكة أو أخطاء خلفية. وده أهو أمام حضراتكم على إيدك اليمين اللي لسه جاي قدام الشبكة. وأدي فريق نادي الزمالك أمام حضراتكم. الوقت المستقطع لكل مدرب اثنين وقت مستقطع في الشوط، وتم الغاء طبعا حسب التعديل الاخير الوقت المستقطع الفني اللي هو عند النقطه 8 والنقطه 16. وطبعا الوقت المستقطع حسب طلبات المدير الفني. انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه كابتن حمدي الصافي لاعاده ترتيب الاوراق. يلا يا بنات. ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي ولكن الاستقبال ما كانش على ما يرام. والنقطة رقم 8. 8 الزمالك، 3 النادي الأهلي. إرسال، استقبال النادي الأهلي. وأدي إعداد خلفي ومدافعي الشامي بتضرب. ومحاولة مرة ثانية الإدراك وفعلا الكرة خارج الملعب. ونقطة للنادي الأهلي، النقطة الرابعة. والإرسال مع آية الشامي. آية الشامي رقم 1 لاعبة النادي الأهلي. إرسال من أعلى، استقبال من النادي الأهلي. إعداد هناك في مركز 4 وضرب صاعد من زين العالمي رقم 10 بتجيب النقطة. النقطة الخامسة للنادي الأهلي وتقلص الفارق إلى 3 نقاط. يلا. أهي زينة طالعة وضربة من أعلى الشبكة. 100 100 يا زينة. استقبال من نادي الزمالك، إعداد. وأدي النادي الأهلي ومحاولة نقطة حائط صد كده من النادي الأهلي وبيجيب النقطة الستة. 6 النادي الأهلي، 8 النادي الزمالك. على الإرسال آية الشامي. كلاكيت ثالث مرة يا آية. يلا. يلا. وقت مستقطع طلبه كابتن احمد فتحي المدير الفني لنادي الزمالك، وهو وضح ان السكور يعني لقى ان لاعبات النادي الاهلي هتتعادل، فطبعا عايز ياخد تعادل عشان يهدي اللعب ويكتسب ويمتص حماس لاعبات النادي الاهلي. ولكن احنا لم يمتص حماس لاعباتنا ان شاء الله، وهنتعادل وهنفوز باذن الله.
لاعبات خبره معانا، شروق فؤاد وآية الشامي ولاعبات المي ومريم ثابت وزينة العالمي وكارينا اكيتسو من كوستاريكا، واللاعبه الثانيه ديانا الريس رقم 5، دول محترفات. ورقم 2 الليبرو بتاع النادي الاهلي بتاعنا ندى وليد. ارسال من النادي الاهلي، آية الشامي على الارسال، استقبال، وادي محاوله للدفاع عن الملعب من ندى وليد. تسعة، ادي ارسال من اعلى، استقبال ومحاولة مرة تانية، ولكن الدفاع مش على ما يرام. والنقطة العاشرة لنادي الزمالك. نستقبل كويس يا جماعة عشان يبقى في اعداد كويس، عشان يبقى في ضرب، عشان ان شاء الله نتعادل ونغير النتيجة بإذن الله. ارسال من اعلى، ادي استقبال اهو، وادي اعداد اهو، ده اللي انا بقول عليه اهو، بيلعب الكره ونقطه، ونقطه من اللاعبه رقم 22 كارينا اكاسو بتجيب النقطه السبعه، سبعه للنادي الاهلي. وادي رايحه على الارسال، اللاعبه رقم 10 زينة العالمي، منتظرة إشارة الحكم الأول تغريد خطاب للعب الإرسال. وهذه زينة هتلعب الإرسال من أعلى، هذه رقم 5 اللي ديانا رايس اللي بقول عليك وبقول لكم عليها من كوستاريكا، بتلعب في مركز 3. إرسال من أعلى، استقبال، إعداد، وهذه ضربة ساحقة ومحاولة من حائط الصد الأهلاوي، مرة ثانية تغطية يا جماعة على حائط الصد، ونلعب مرة ثالثة ونقطة. لازم نغطي على حائط الصد، لازم نغطي على حائط الصد والضارب، حائط الصد والضارب اهو، طالعه تضرب رقم 22 كارينا، ولازم يبقى فيه تغطيه على الضارب. طبعا الكابتن حمدي الصافي قلبنا معاك ان شاء الله بالتوفيق في هذا اللقاء المهم والحيوي. الاستقبال بتاع الضرب الساحق من آية الشامي، نقطة لنادي الزمالك. وادي محاولة من اهي آية، نعوض يلا. استقبال من النادي الاهلي من ليبرو فريق ندى وليد، واعداد ومحاوله من نادي الاهلي كارينا ايكاسو بتجيب النقطه رقم 7 8، ويتقدم النادي الاهلي 8. اهي طالعه اهي رقم 22 بتضرب من مركز 4 وكوره قويه، الارسال مع رقم 5 ديانا رايس رقم 5 من محترفه من كوستاريكا، ونقطه وايس وايس نقطة التاسعة للنادي الأهلي. كليكيت تاني مرة، يلا يا ريس، ديانا، ديانا على الإرسال، أحسن إرسال أحسن. ريس بتلعب إرسال من أعلى، استقبال، إعداد ومحاولة من النادي الأهلي، ولكن الدفاع برضه زي ما إحنا قلنا لازم ناخد الوضع المظبوط ونلعب. الارسال مع الزمالك، ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي، اعداد جاز، وضربه ساحقه ومحاوله من رقم 15 لاعبه النادي الاهلي مريم ثروت، ولكن في خطأ في الاستقبال.
استقبال الضارب اهي. ارسال نادي الزمالك. استقبال النادي الاهلي واداء وضربه ساحقه من كارينا ولكن خارج الملعب. خارج الملعب. هيعمل تغيير كده الكابتن حمدي الصافي، هينزل اللعيبه ساره امين رقم 11 اهو. هنشوف التغيير. استقبال وحش جدا من كارينا وخارج الملعب، واصبح الفارق 6 نقاط. ارسال واستعداد من النادي الاهلي لاستقبال الارسال. تمام حضراتكم اهو. لا 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 ما نخشش في بعض. يلا ايوه ايوه يا كارينا كده. يلا يا كارينا استقبال مره ثانيه. يلا يا شروق. اعداد خلفي وايه الشامي وتاتش بلوك ونقطه للنادي الاهلي. يلا يا ايه. يلا يا بنات نقطه للنادي الاهلي والنقطه العاشره اهي. ايه طالعه وضربه وجت في حائط الصد خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي النقطة العاشرة. الإرسال مع النادي الأهلي. شوف فؤاد رقم 9 استقبال إعداد وأدي محاولة من النادي الأهلي ليبرو ندى وليد وإعداد مرة ثانية بتعدي الكرة. شروق بجر مرة ثالثة ومحاولة والكرة خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي. نقطة للنادي الأهلي والنقطة 11. في اعتراض من لاعبات نادي الزمالك ولكن الحكم تغريد خطار خدت القرار والقرار صحيح وصائب. والنقطه 11 وشروق فؤاد على الارسال. يلا يا شروق. شروق من اعلى بتلعب ارسال قوي. استقبال اعداد ومحاوله من النادي الاهلي الاستقبال والاعداد الجيد وايه. اضربي يا ايه. برافو يا ايه. نقطه نقطه 12. يلا يا يلا يا بنات. لاعبات النادي الاهلي دائما ابطال بطلات محققين دائما الدوري منذ سنه 80 او 86. لم نرى مثل هذا اللقاء. استقبال من نادي الزمالك ولكن خارج الملعب. خارج الملعب. استقبال نادي الاهلي. ايه الشامي بتدافع وبتلعب هتعدي رقم 5 ديانا رايس ومحاوله مره ثانيه ولكن الدفاع وحش. والنقطه رقم 17 للزمالك 12 النادي الاهلي اهي. امام حضراتكم في الاعاده بين استقبال النادي الاهلي اعداد خلفي ناج وضربه ساحقه من ومحاوله مره ثانيه من ندى وليد وايه الشامي ونقطه للنادي الاهلي. حائط صد فاشل من نادي الزمالك ونقطه للنادي الاهلي النقطه 13. 13 الاهلي 18 الزمالك اهو امام حضراتكم من كارينا الكوستاريكيه وعلى الارسال رقم 22. يلا يا كارينا. رسال تكتيكي بلوتر وادي اعداد خلفي وادي مره ثانيه ومحاوله الدفاع ندى وليد. برافو يا ندى. مره ثانيه ضرب خلفي حائط صد خارج الملعب داخل نقطه. النقطه 19 للزمالك.
في تغيير لنادي الزمالك اهو امام حضراتكم، 22 خارج اللي هي داليا اشرف، ونزلت لاعبه رقم 18 او اللي على الارسال دلوقتي سابين حسن. الارسال مع الزمالك، استقبال النادي الاهلي، اعداد قوي ومحاوله ونقطه للنادي الاهلي، نقطه في المركز 3 والنقطه 14. اهي امام حضراتكم اهو الاعداد، وادي طلعه رقم 16 ايه خالد مركز 3 تجيب نقطه سريع، نقطه 14. وادي ايه على الارسال، ايه من اللاعبات المتميزات امامنا رقم 5 اهي ديانا. وادي ارسال، ارسال ساحق وارسال قوي، ايس بيجيب النقطه 15، نقطه 15. يلا يا ايه، ايه خالد مره ثانيه كليكيت ثاني مره، والنقطه 15 للنادي الاهلي. خد وقت مستقطع اكيد الكابتن احمد فتحي مدير فني الزمالك، وادي الكابتن حمدي الصافي ولاعيباته. نزل خلص الوقت المستقطع، والارسال مع آية خالد رقم 16. آية هتلعب ارسال من اعلى، 15 الاهلي 19 الزمالك. آية يلا يا آية، ارسال من اعلى استقبال، وادي محاولة من النادي الاهلي مرة تانية، بتلعب وبتلعب الكرة من اسفل، ودي مرة تانية. حائط صد من النادي الاهلي قوي، واستقبال مرة تانية، ودي حائط صد مرة تانية، ودفاع عن الملعب من آية خالد، ومحاولة مرة تانية من لاعبات النادي الاهلي، ولكن تاتش بلوك من اللاعبة رقم 5 من النادي الاهلي ديانا رايس، ومعاها رقم 16 آية خالد، ونقطة لنادي الزمالك. نستقبل الإرسال كويس ونلعب، مالناش دعوة بالنتيجة، أهم حاجة عندنا روح، عندنا إن شاء الله. استقبال النادي الأهلي، إعداد شروق، وأدي ضربة ساحقة من رقم 11 سارة أمين اللي نزلت، وأدي محاولة مرة تانية و ضرب صاحب، نقطة للنادي الأهلي داخل الملعب، ونقطة 16. 16 الأهلي 20 الزمالك، أهي طالعة كارينا وبتجيب النقطة 16. 16 النادي الأهلي 20 الزمالك، وآية الشامي على الإرسال. آية بتاخد النفس وهتلعب إرسال. إرسال من أعلى. محاولة مرة تانية ارسال، ولكن في مفيش دفاع، يعني هي وصلت الكرة متأخرة. توريد خطاب بتنادي على لعيبة الزمالك تلعب الارسال. استقبال من النادي الاهلي، اعداد من شروق، وادي محاولة من رقم 11 سارة امين في مركز 4 وبتجيب النقطة 17. 17 النادي الاهلي، اهو تغيير اهو تاني، تغيير للنادي الاهلي، اهي سارة امين اهي في مركز 4 وطالعة وضربة وحق صد مشروق، ونقطة للنادي الاهلي النقطة 17. ادي خرجت آية الشامي ونزلت رقم 5 ديانا رايس. الارسال مع النادي الاهلي، استقبال، اعداد، ومحاوله مره ثانيه، وحائط صد خارج الملعب.
استقبال النادي الاهلي، محاولة مرة ثانية ولكن اتلعبت وتمت اللعبة واتنقلت ملعب الزمالك، ومحاولة مرة ثانية للدفاع، ندى وليد بتعدي بجر، استقبال اعداد، وادي حائط صد ناجح من النادي الاهلي وبيجيب النقطة 18 18 من مريم ثروت رقم 15. رايح على رقم 5 على الارسال ديانا رايس، اهو امام حضراتكم اهو هات صد من ديانا رايس وبيجيب النقطه رقم 18. ديانا على الارسال، استقبال واعداد، وهذه محاوله من النادي الاهلي ولكن نقطه لنادي الزمالك. مباراه قويه مثيره ممتعه لقمه بين الاهلي والزمالك في الكره الطايره للانسات السيدات في الدور او في نهايه الختام الدور الاول للموسم 2022 2023. خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي، ارسال خارج الملعب والنقطه 19. في تغيير اهو، نفس التغيير اللي هي خرجت 15 و14 مي غزال ومريم ثروت، ودخلت آية الشامي رقم 1 وسارة أمين رقم 11. استقبال إعداد مرة ثانية ومحاولة وحصد من النادي الأهلي ولكن نقطة لنادي الزمالك، نقطة وينتهي هذا الجيم. أهو طالعة 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 كريمة ولكن الكرة تيجي خارج الملعب. استقبال النادي الأهلي، إعداد شروق وضرب صاعد خارج الملعب ولكن النقطة 25 وينتهي هذا الشوط 25-19. ولكن إن شاء الله وإلى راحة ما بين الشوطين الثاني والأول لمدة 3 دقائق. معاكم في الشوط الثاني اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي، نتابع معا مباراه الكره الطايره بين فريقي النادي الاهلي ونادي الزمالك في ختام الدور الاول للكره الطايره للسيدات الدوري الموسم 2022 2023. انتهى الشوط الاول لتقدم نادي الزمالك، والشوط الثاني امام حضراتكم. نادي الزمالك بالزي والابيض والفانله البيضاء و الشورت او البنطلون الاسود على ايدك اليمين، والنادي الاهلي بزيه الاحمر المعهود على ايدك اليسار. وضربه البدايه في الشوط الثاني لنادي الزمالك. النادي الاهلي طبعا نادي البطولات، اصحاب خبرات، اصحاب بطولات، 38 دوري، 35 كاس مصر، 10 افريقيا، حوالي 8 بطولات وصيف في افريقيا و8 بطولات عربيه. على ايدك اليسار النادي الاهلي، تشكيل النادي الاهلي، شروق فؤاد رقم 9، ايا الشامي رقم 1، ديانا رايس رقم 5، كارينا ايكاسو رقم 22. وادي ارسال، وادي استقبال من النادي الاهلي، واعداد، وايا الشامي بتضرب، يلا يا جماعه. محاوله مره ثانيه ودفاع عن الملعب من ساره امين ولكن ما لحقناش الكوره ليه؟ نقطه لنادي الزمالك. يلا اهي هي ساره لحقت الكوره ولكن احنا ما يعني اللعيبه اللي في مركز 4 ما لحقتهاش. ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي، ادي مره ثانيه اعداد، وادي حائط صد من رقم 15 من النادي الاهلي من مريم ثروت، وادي شروق فؤاد، وادي بتضرب لاعبه المحترفه لاعبه كوستاريكا ولكن في حائط صد من الزمالك، ترجع ملعب النادي الاهلي.
استقبال النادي الاهلي، اعداد من شروق فؤاد ونادى بتعدي الكوره، استقبال مره ثانيه ومحاوله، ولكن نقطة ضايعة. النقطة الثالثة لنادي الزمالك والكابتن حمدي الصافي، مش عارف هيطلب وقت مستقطع ولا هيعمل تغيير. هيعمل تغيير اعتقد. استقبال النادي الاهلي من كارينا واعداد ندى وليد، تعدي الكوره، صوابع لاعيبه النادي الاهلي، ايه خالد، ندى، ومحاوله مره ثانيه من كارينا بتشوط من مركز اربعه، ولكن في دفاع من نادي الزمالك، ودي مره اخرى كارينا وبتلعب الكوره على حائط الصد على مرتين، بتحاول تعديها الشبكه، في تغطيه اهو على حائط الصد، ايه الشامل تلعب لكارينا وهناك تلعب من مركز اربعه، استقبال مره ثانيه ندى وليد، اعداد وضرب ساحقه من رقم 16 مريم، ايه خالد، وتاتش بلوك، والنقطه الاولى للنادي الاهلي في هذا الشوط. ايه طالعه ايه كارينا رقم 22 وضربت جت تحت الصد وخرجت بره، تبقى نقطه للنادي الاهلي. وعلى الارسال لعيبه رقم 15 من النادي الاهلي مريم ثروت، مريم تلعب ارسال من اعلى، استقبال، اعداد وبتضرب، ومحاوله من نادي الاهلي، هي كارينا بتحاول تعدي الكوره ولكن خطا، وترجع الكوره ملعب النادي الاهلي. والنقطه الرابعه لنادي الزمالك، استقبال النادي الاهلي كارينا، اعداد ومحاوله مره ثانيه، نقطه للنادي الاهلي، النقطه رقم 2 للنادي الاهلي، 2 الاهلي 4 الزمالك، اهي طالعه ايه الشامي رقم 1 وبتضرب، وبتضرب قبل نهايه الخط، خط النهايه. 22 على الارسال كارينا كوستاريكا، تلعب ارسال من اعلى، استقبال واعداد وحائط صد ناجح من النادي الاهلي من لاعبتان النادي الاهلي رقم 15 مريم ثروت ورقم 11 ايه الشامي، اهي طالعين الاثنين مع بعض اهم اهو اهو، حائط صد ناجح للنادي الاهلي، والنقطه الثالثه تتقلص الفارق لنقطه وحيده. كارينا على الارسال، يلا يا بنات، ثلاثة الأهلي أربعة الزمالك، والإرسال من أعلى، كارينا إعداد، حائط صد ناجح ونقطة التعادل، نقطة التعادل للنادي الأهلي، حائط صد زوجي برضه من مريم ثروت ومن اللاعبة رقم 11 آية خالد، والتعادل أمام حضراتكم 4-4 أهو، طالعين الاثنين مع بعض وبيجيبوا نقطة، نقطة التعادل مريم ثروت وآية خالد، والإرسال مع كارينا رقم 22، يلا يا بنات نفرق بقى، يلا وناخد الشوط ده، إعداد من رقم 15 مريم ثروت بدل شروق فؤاد، وآدي محاولة مرة تانية على من، وآدي نقطة للنادي الأهلي، النقطة الخامسة وتقدم النادي الأهلي في هذا الشوط. يلا يا لاعبات النادي الأهلي، كارينا على الارسال رقم 22 اهي، هي خالد، بص الكره جت في الانتنه وتبقى خطا على اخر واحد او لاعيبه لمست الشبكه، كارينا خمسه الاهلي اربعه الزمالك، والارسال من اعلى، استقبال، اعداد ومحاوله مره ثانيه ودفاع عن الملعب من ايه الشامي، اعداد من 15 مريم ثروت المعده، ومحاوله ونقطه للنادي الاهلي، والتقدم 6-4، وقت مستقطع طلبه مدير الفني لنادي الزمالك احمد فتحي، و6-4 وفرقنا 2، الوقت مستقطع بمدته 30 ثانيه، عايزين نستمر على كده ونتقدم،
يلا نكون احسن. هذه تعليمات الكابتن حمدي الصافي اهو المدير الفني ومعاونه ياسر صلاح، وبيشاور للاعبات طريقه الاداء للظرف الصاعد، وعايزين نفرق. ومعاهم الكابتن احمد عبد الفتاح اللي هو المدرب. وادي انتهى الوقت المستقطع، 6-4 النادي الاهلي متقدم. يلا احسن. ارسال من اعلى من كارينا رقم 22 من كوستاريكا محترفه في النادي الاهلي. يلا ارسال نجيب نقطه كمان، يبقى النقطه السبعه ان شاء الله. ارسال من اعلى واستقبال، محاوله مره ثانيه ودفاع عن الملعب. صلحنا الاخطاء اللي كانت موجوده عندنا من الشوط الاولاني، وهي الدفاع عن الملعب والتغطيه على حائط الصد والتغطيه على الضرب. نقطه لنادي الزمالك. يلا نعوضها، نعوض. استقبال النادي الاهلي، ليبرو ندى وليد، اعداد ومحاوله من زين العالمي. ودي مره ثانيه استقبال، مره ثانيه من النادي الاهلي وآية الشامي، ندى وليد وضربه ساحقه من ومحاوله والنقطه هتيجي اهي. يلا يا بنات، اعداد مره ثانيه من مريم ثروت، ولكن في كده بطء بسيط، ولكن ان شاء الله يروح. نحاول مره ثانيه. التعادل، مباراة القمة بين فريقي النادي الاهلي والزمالك في الكرة الطايرة، تتابع صالة الشهداء. الإرسال مع نادي الزمالك. مريم ثروت ضربة ساحقة من آية خالد، ومحاولة مرة ثانية من ندى وليد، آية خالد مرة ثانية من مريم، وهذه محاولة للدفاع عن الملعب وكرة خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي، نقطة التعادل 7-7. كده قدرنا نواكب الحدث، وقدرنا نتقدم، وقدرنا وإن شاء الله نتقدم وناخد هذا الشوط. رقم 15 ارسال من النادي الاهلي، مريم ثروت هتلعب ارسال من اعلى، استقبال ومحاوله، ولكن نقطه تصحصح. هيعمل تغيير نادي الزمالك، احمد فتحي، لاعبتان هتخرج، لاعبة رقم 10 من نادي الزمالك مايا ممدوح، بتخش 6 اللي هي المحترفة هيلي الأمريكية. و24 اللي نزلت دي هنا هشام. استقبال النادي الأهلي، إعداد مريم ومحاولة وخمسة رايس، بتجيب نقطة 7-7 النادي الأهلي، 8 للزمالك. والإرسال مع النادي الأهلي أهو أمام حضراتكم، رئيس عدتها كده بسهولة ويسر وجابت منها نقطة. وادي إرسال النادي الأهلي، استقبال وإعداد وحائط صد ودفاع من ندى وليد، شجاعة يا لاعبة. وادي ضربة ساحقة من كارينا ومحاولة ل احراز نقطة مرة ثانية آية الشامي، وادي نقطة التعادل، نقطة التعادل 8-8، 8 للأهلي 8 للزمالك. مباراة القمة للكرة الطايرة بين قطبي الكرة الطايرة في السيدات، دوري السيدات، وادي نقطة للنادي الأهلي، نقطة التعادل. على الإرسال
رقم واحد آية الشاوي تلعب إرسال استقبال ومحاولة صد من النادي الأهلي ودفاع عن الملعب ونقطة للنادي الأهلي نقطة. وفي ضارب خلفي ضرب من قدام والكرة أقل من الحافة العليا للشبكة. في كده كلام واعتراضات من مدير فني نادي الزمالك الكابتن أحمد فتحي. انتظار لقرار الحكم النهائي. جيم بول هجيم بول هي ما قدرتش تاخد القرار فهتعيد الكوره تاني. هتعيد الكوره الارسال من اعلى اهو وجيم بول وكده النتيجه هتبقى 9-8 وادي ضربه ساحقه خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي نقطه للنادي الاهلي والنقطه العاشره. خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي. إرسال من أعلى آية الشامي. محاولة مرة ثانية وإيه؟ ودي نقطة. ضرب خلفي من كارينا ودفاع عن الملعب ودي مرة ثانية دفاع عن الملعب من ندى وليد وآية الشامي بتعدي الكرة رقم 15 من النادي الأهلي مريم ثروت ودي محاولة مرة ثانية إيه؟ دفاع عن الملعب وضربة ساحقة ونقطة. نقطة لنادي الزمالك 9 على الزمالك 10 الأهلي. استقبال النادي الأهلي إعداد مريم وضربة ساحقة آية خالد تعدي الكورة كده رايس من النادي الاهلي ومحاوله ودي نقطه للنادي الاهلي ونقطه التقدم عفوا نقطه 11 الاهلي 9 لنادي الزمالك. يلا يا ايه ايه خالد على الارسال رقم 11 ساره امين ساره امين رقم 11 ساره على الارسال وقت مستقطع او تغيير هيعمله الكابتن حمدي الصافي. خرجت ساره امين رقم 11 ودخلت كابتن 4 رقم 4 من النادي الاهلي دعاء الغباشي مركز 4 رقم 4 دعاء هتلعب ارسال من اعلى استقبال استقبال مره ثانيه واعداد خلفي ومحاوله من رايز وتجيب النقطه 12 يتقدم النادي الاهلي 12 الزمالك 9. يلا نفرق ونلعب ونشوف دعاء غباشي على الارسال دعاء الغباشي ارسال من اعلى استقبال مره ثانيه ومحاوله آية الشامي ضرب ساحق من كارينا والنقطه 13 ويتقدم النادي الاهلي 13-9 زاد الفارق الى 4 نقاط اهي كارينا طالعه وبتضرب من مركز 4 والنقطه 13 دعاء الغباشي على الارسال مره ثانيه 13 الاهلي 9 الزمالك. يلا احسن نلعب عشان ناخد الشوط ده وفارق سكور 4 نقاط دعاء الغباشي على الارسال رقم 4 منتظره قرار الحكم بالارسال ارسال من اعلى استقبال مره ثانيه وخطأ في الاستقبال دبل في الكرة كرة دبل ونقطة للنادي الأهلي 14-9 النادي الأهلي متقدم بفارق 5 نقاط. يلا يا دعاء 100-100 يا دعاء دعاء الغباشي على الإرسال وشك حلو يا دعاء إرسال من أعلى استقبال ومرة تانية وحاط الصد مرة أخرى حاد صد ناجح والنقطة 15 15 الأهلي 9 الزمالك. يلا يا بنات
اهي امام حضراتكم اهي طالعين حائط صد، صححنا الاخطاء، كابتن حمدي صافي قال عليها، التغطيه على حائط الصد، التغطيه على الضارب، ومحاوله الطلوع وفي الوقت المناسب والوقت المستقطع الفني للوقت المستقطع لنادي الزمالك طلبه احمد فتحي، وادي النادي الاهلي، وادي القياده الفنيه حمدي الصافي وعزر صلاح، تعليمات، وادي التعليمات جابت نتيجه وفرقنا 6 نقاط للنادي الاهلي. الاهلي اصحاب البطولات، الاهلي ابو الانجازات، الاهلي لاعبات النادي الاهلي للكره الطايره دائما مسيطرين، 38 دوري 35 كاس، لازم نرجع ونتعادل وناخد الشوط ده وناخد الشوط الثاني والثالث ان شاء الله. دعاء الغباشي على الارسال رقم 15 رقم 4، والنتيجه 15 الاهلي 9 الزمالك. دعاء على الارسال، ارسال من اعلى، نقطه للنادي الاهلي والنقطه 16، استقبال وحش من نادي الزمالك وياخد الاهلي نقطه جميله، النقطه 16 16 الاهلي. يلا يا دعاء، دعاء الغباشي ايدك فيها السحر، 100 100، دعاء هتلعب ارسال من اعلى، ارسال من اعلى، دعاء استقبال، ادي اعداد ومحاوله من دفاع عن الملعب من النادي الاهلي، وكارينا بتلعب الكوره مره ثانيه، وادي ضربه ساحقه واستقبال من اللاعبات النادي الاهلي، وضربه ساحقه من رايس رقم 5، وبتجيب النقطه 17 للنادي الاهلي وفارق السكور 8 نقاط 17 9. الاهلي متقدم، يلا يا بنات يلا نحو الفوز بهذا الشوط. دعاء الغباشي من ساعة بسم الله ما شاء الله، من ساعة ما نزلت وارسالها قوي جدا، معلش تتعوض تتعوض، فارق 7 نقاط للنادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، هي دي لعبات النادي الاهلي، هم دول ابطال الاهلي، هم دول بطلات الاهلي، فوزنا في المرتبط 3-1 وان شاء الله نفوز في الكبار ان شاء الله باذن الله. الارسال مع نادي الزمالك وتحفز وترقب من النادي الاهلي واستقبال واعداد من مريم وضربه ساحقه من كارينا، ولكن تاتش بلوك ونقطه لنادي الزمالك. اهي امام حضراتكم اهي طالعه وبتضرب، الكوره رجعت حائط الصد، جت في لاعبه وخرجت بره الملعب. الارسال مع نادي الزمالك، استقبال الاهلي ومحاوله كده من مريم ثروت من المعده بتلعب الكره لمره واحده، وادي ضربه خلفيه من دعاء الغباشي، حائط صد ونقطه لنادي الزمالك. 12 الزمالك 17 الاهلي. وقت مستقطع طلبه اكيد الكابتن حمدي الصافي المدير الفني للنادي الاهلي، طبعا هو كان متقدم بفارق 7 نقاط او 8 واصبح في فارق 5 نقاط، طبعا لازم عايز يفوز بهذا الشوط عشان يكون دفعه معنويه للشوط الثاني اللي جاي الثالث. انتهى الوقت المستقطع وتعليمات كابتن حمدي الصافي، طبعا الشوط ده فرق عن الشوط الاولاني، في شفنا التحضيرات، شفنا التغطيه على حائط الصد، شفنا التغطيه على الضارب، شفنا الاعداد، شفنا الضربات الخلفيه القويه اللي بتجيب نقاط من كارينا ومن رايس ومن لاعبات النادي الاهلي، وادي حائط صد خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 18 الاهلي 12 الزمالك، ورايس على الارسال من كوستاريكا لاعبه النادي الاهلي رقم 5، ارسال من اعلى، استقبال نادي الزمالك واعداد مره ثانيه النادي الاهلي، اهو اعداد، وادي محاوله لتاثير الكره ونقطه
الاهلي متقدم 6 نقاط. استقبال من النادي الاهلي، وادي اعداد دعاء الغباشي، وادي محاوله من كارينا والنقطه رقم 19، ويتقدم النادي الاهلي 19 13، فارق 6 نقاط للنادي الاهلي. اهو طالعه وبتضرب من مركز 4 كارينا، والنقطه 19، ويتقدم النادي الاهلي. وعلى الارسال رقم 5 من النادي الاهلي، تلعب ارسال قوي رايف اعداد، والمحاوله مره ثانيه خطا بسيط تعوض. تسعتاشر الاهلي 14 الزمالك، والارسال مع الزمالك. ارسال من اعلى واستقبال من النادي الاهلي وخارج الملعب، ونقطة وتقلص الفارق إلى 4 نقاط. استقبال، محاولة مرة ثانية، وادي إعداد أهو خلفي النادي الأهلي، ودفاع عن الملعب. نقطة 16 لنادي الزمالك، والأهلي 19، الفارق تقلص إلى 3 نقاط. يا جماعة لا، يلا يا بنات. لازم نلعب ونستقبل ونعد ونضرب ونجيب نقاط عشان ناخد هذا الشوط. استقبال ندى وليد، وادي محاولة طرة ثانية من رقم 16 من لعيبة النادي الأهلي آية خالد. مرة ثانية كارينا بتعد، مريم ثروت آية بتضرب، وادي حائط صد، وادي دفاع عن الملعب من 15 مريم ثروت، وادي النقطة ضيعة ثانية من لاعبات النادي الأهلي. لازم نحافظ على الفارق عشان نفوز بهذا الشوط، لازم يبقى فيه اعداد قوي، ضرب قوي، لازم يكون فيه روح، لازم نشد من قدرنا. في تغيير كده في النادي الاهلي اعتقد. استقبال اعداد شروق فؤاد، نزلت اهي مرة تانية مكان المعد الثاني، وحائط صد وكرة خارج الملعب، والنقطة 18 للنقطة 17 للنادي، النقطة 18 لنادي الزمالك، وبقت نقطة واحدة فارق. كابتن حمدي الصافي طلب وقت مستقطع طبعا عشان يشوف ايه الاخطاء، زي ما عمل في بدايه الشوط الثاني، وقدر يصلح الاخطاء اللي كانت موجوده في الشوط الاول، ونجح ان هو يزيد الفارق ويوصل الى 7 نقاط. ان شاء الله نستمر ويبقى الفارق لصالح النادي الاهلي وناخذ هذا الشوط. ارسال مع نادي الزمالك، استقبال من لاعبات النادي الاهلي، لازم يكون قوي والاعداد قوي والضرب قوي عشان نجيب نقطة، عشان نعدي ال20، عشان نقدر نخش في تغيير اهو نتعمل. استقبال النادي الاهلي، دعاء الغباشي، اعداد وضربه ساحقه من كارينا، ومحاوله مره ثانيه اهو، حائط الصد وخارج الملعب، والنقطه 20 للنادي الاهلي. يلا 20 للنادي الاهلي، يلا يا كارينا، يلا يا كارينا. كارينا على الارسال رقم 22، 20 للنادي الاهلي، 18 الزمالك. كارينا على الارسال، يلا ارسال صاحب كده يجيب ايس، حاوله من لاعبات نادي الزمالك، وادي ضربه ساحقه
ولكن ضربة ساحقة. نقطة 19 لنادي الزمالك. ادي ارسال واستقبال من النادي الاهلي واعداد من شروق فؤاد اللي نزلت في الشوط الثاني، وادي نقطه للنادي الاهلي، النقطه 21، ضرب صاعق من مركز اربعه. يلا يا لاعبات النادي الاهلي اهو اهو، طلع دعاء الغباشي بتضرب من مركز اربعه وتبقى فيه هنا حائط صد مشروق، والنقطه رقم 21 للنادي الاهلي. وعلى ارسال رقم 15 مريم ثروت. مريم بتلعب من اعلى، استقبال نقطه للنادي الاهلي 22 على النقطه 22، وايه نقطه 22. يلا يلا نختم هذا الشوط. يلا هيا خالد على الارسال، ارسال من اعلى ومحاوله مره ثانيه، ولكن المره دي اتلم. ومرة تانية بتلعب الكورة رقم 5 من النادي الأهلي رايم ديانا رايس، ونقطة للنادي الأهلي النقطة 23. 23 النادي الأهلي 19، واقتربنا أهو من الفوز بهذا الشوط والتعادل مع التعادل في الأشواط. وعلى إرسال رقم 16 آية خالد. آية بتلعب إرسال قوي، ربنا يحميكي 100 100 يا آية. إرسال من أعلى اهو، تصعيب الارسال بيبقى تصعيب الهجوم. وادي محاوله مره ثانيه، وادي وادي ايا الشامي بتلعب الكوره خارج الملعب، ولكن في جت في يعني في 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 قبل نهايه الخط النهايه، والنقطه 20 وفارق 3 نقاط للنادي الاهلي. ما زلنا متقدمين، ما زلنا احنا الاحسن، لازم نلعب وناخد هذا الشوط عشان يكون دفعه معنويه للشوط الثالث ان شاء الله. استقبال من النادي الاهلي واعداد من شروق فؤاد، وبتعدي الكوره كارينا، ما فيش، ومحاوله مره ثانيه من كارينا، اعداد من شروق بتلعبها مره ثانيه لكارينا، بتعديها صوابع مرة تانية، ومحاولة حائط صد. يا جماعة يا جماعة نخلي بالنا من التغطية على حائط الصد. رجعنا الفارق نقطة تاني. استقبال النادي الاهلي مره ثانيه، اعداد ندى وليد، وبتضرب مريم دعاء الغباشي من مركز اربعه، ومحاوله مره ثانيه دفاع عن الملعب احسن، ونقطه دبل اللعيبه رايس. بيطلب في تغيير كده، هيتنزل لعيبه النادي الاهلي. استقبال من النادي الاهلي، اعداد شروه، مضاربه ساحقه من كارينا، ومره ثانيه من رايس، ومحاوله خارج الملعب، والنقطه 24. 24 النادي الاهلي، 22 النادي الزمالك. اعتراضات لاعبات نادي الزمالك ان الكوره جوه، اهي اهي شايطه اهي اهي، معاك كوره خارج الملعب. خدت رأي المراقب وخارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي 24 ونقطة، وينتهي هذا اللقاء لصالح النادي الأهلي هذا الشوط. الشوط الثاني مباراة القمة بين فريقي النادي الأهلي والزمالك في الكرة الطائرة للسيدات في ختام الدور الأول.
24 الاهلي 22 الزمالك. ومحاوله كده وادي اعداد وادي النادي الاهلي اهو بيدافع عن الملعب ولكن تغطيه ما جاتش مظبوطه ونقطه لنادي الزمالك. كارينا لعبتها بس ما لحقتهاش لعيبه النادي الاهلي. ايه خالد فارق نقطه للنادي الاهلي. يلا ناخد هذا الجيم. ارسال من اعلى استقبال وادي اعداد مره ثانيه وادي محاوله نقطه التعادل. يا جماعه يا جماعه نخلي بالنا نخلي بالنا. أربعة وعشرين أربعة وعشرين. استقبال من النادي الأهلي. شروف فؤاد بتضرب تعب دعاء مرة تانية هنا وادي آية بتشوط ضربة قوية ومحاولة مرة تانية وحائط صد ناجح من رايت والنقطة 25 25 النادي الأهلي 24 النادي الزمالك. رايس أهي المحترفة من كوستاريكا طلعت وضربت وجابت نقطة 100 100 يا رايس. والإرسال مع رقم 11 من النادي الأهلي سارة أمين. سارة أمين على الإرسال. يلا يا سارة يلا يا سارة نقطة جي بي إس. محاولة مرة تانية وادي الكورة مع نادي الزمالك اعداد شروق كارينا بتضرب ونقطة نقطة 26 وينتهي هذا الشوط 26 24 لصالح النادي الاهلي والتعادل في الاشواط 1-1. واضح ان احنا هنشوف مباراة قوية مباراة مثيرة والى راحة ما بين الشوطين مع حضراتكم ولاستئناف الشوط الثاني. مع حضراتكم من قناة النادي الأهلي نتابع مباراة الكرة الطايرة بين فريقي النادي الأهلي ونادي الزمالك. قطبي الكرة الطايرة للسيدات في نهاية ختام الدور الأول للموسم للدوري الممتاز الموسم 2022-2023. أمام حضراتكم فريق النادي الأهلي بزيه الأحمر على إيدك اليمين لاعبات النادي الأهلي شروق فؤاد رقم 9 مريم ثروت رقم 15 سارة أمين رقم 11 زينة العالمي رقم 10 ندى وليد رقم 2 ليبرو الفريق رقم 1 آية الشامي ورقم 22 كارينا اكيسو ورقم 5 ديانا رايس دول محترفات في النادي الاهلي. والارسال مع نادي الاهلي على ايدك اليمين ونادت الحكم تغريد خطاب على شروق فؤاد تلعب الارسال صافره بدايه الشوط الثالث وادي محاوله والتعادل في الاشواط. قلنا لحضراتكم الشوط اللي فات كان للاهلي 26-24 والشوط الاول كان لنادي الزمالك 25-19 يبقى التعادل في الاشواط. رقم 16 من النادي الاهلي ايه خالد ونتابع معا هذا اللقاء ونقطه لنادي الزمالك وبدايه للنادي الاهلي التعادل في هذا الشوط. الشوط اللي فات يبقى التعادل شوطين 1-1 ويبقى النادي الاهلي متعادل. محاولة مرة تانية وخارج الملعب ونقطة النقطة الأولى للنادي الأهلي. يلا يلا نلعب نلعب بقى ونركز عشان نكرر الشوط اللي فات ونفوز بهذا الشوط. 1-1 في الأشواط 1-1 في النقاط في الشوط الثالث. وكارينا رقم 22 من كوستاريكا المحترفة في النادي الأهلي هتلعب إرسال من أعلى ارسال من اعلى استقبال اعداد ونادي الاهلي او حائط صد خارج الملعب ولكن داخل الملعب جت في قبل نهايه الخط النهايه بسنتيمترات. لازم نخلي بالنا من الكرات دي اللي هي بتيجي خلف الشبكه واللي بتيجي قبل خط النهايه ونغطي على حائط الصد ونغطي على الضارب ونلعب
بطريقه عشان نفوز بهذا الشوط يبقى احنا المتقدمين. اعداد ودي محاوله ولكن في هنا دبل سكور من لاعبه النادي الاهلي او دبل كره دبل اهي اهي امام حضراتكم اهي. استقبال من ندى وليد واعداد ومره ثانيه محاوله من فريق النادي الاهلي لاخذ نقطه ومره ثالثه اهو ضرب خلفي من رقم 16 من ايه خالد. اعداد ايه خالد وضربنا ايه الشامي ايه الشامي وايه خالد وادي نقطه. اربعه الزمالك واحد الاهلي. لازم يبقى في سرعه اكبر من كده، لازم يبقى في حركه والعين بتقرا بسرعه. ادي استقبال محرم محاوله مره ثانيه من النادي الاهلي ونقطه لنادي الزمالك. طلب كابتن حمدي الصافي اعتقد وقت مستقطع ولا تغيير؟ ارسال من نادي الزمالك. استقبال النادي الاهلي. يلا يا بنات نلعب. وادي ضربه ساحقه من ايه الشامي ونقطه من نادي الاهلي والنقطه الثانيه. يلا يلا يا لاعبات النادي الاهلي اهو ادي ايه طالعه من مركز اثنين وبتضرب نجمه النادي الاهلي بنت الكابتن حمدي الشامي هي واختها لها اخت ثانيه. ادي ارسال من النادي الاهلي. استقبال اعداد وحائط صد قوي من النادي الاهلي. مره ثانيه الكره بترجع لملعب نادي الزمالك وادي الاهلي اهو. اعداد شروق بتعد خلفي لايه الشامي محاوله مره ثانيه وحائط الصد ونقطه للنادي الاهلي النقطه الثالثه. النقطه الثالثه للاهلي. ثلاثه الاهلي خمسه الزمالك اهو امام حضراتكم اهو. رقم 16 على الإرسال آية خالد. آية هتلعب الإرسال من أعلى. يلا يا آية إرسال استقبال إعداد ومرة تانية وحاط الصد بتاعنا لازم يكون أقوى من كده. ارسال نادي الزمالك واستقبال الاهلي واعداد شروق ونادى وايه حمدي ولكن وصلت متاخره صار امين على الكوره. استقبال النادي الاهلي واعداد شروق وايه حمدي تضرب ومحاوله مره ثانيه من ايه. ايه الشامي بتجيب النقطه رقم اربعه ويتقدم الاهلي اربعه سبعه الزمالك. ايه الشامي على الارسال رقم واحد ارسال من اعلى تيجي في الشبكه ما نضيعش الرسالات السهلة دي. إرسال نادي الزمالك مريم متولي رقم أربعة خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي النقطة خمسة. خارج الملعب والنقطة الخمسة ورايحة سارة أمين على الإرسال رقم 11. سارة أمين
ارسال من اعلى، استقبال، اعداد ومحاوله مره ثانيه، وادي حائط صد من لاعبات النادي الاهلي، ولكن بيبقى خارج الملعب ونقطه 9 لنادي الزمالك. استقبال النادي الاهلي، ندى وليد واعداد وكريم بتضرب حائط صد، الزملكاوي بيرد الكوره للنادي الاهلي في ملعب النادي الاهلي. وقت مستقطع طلبه كابتن حمدي الصافي، طبعا النتيجه دبل سكور، لازم يشوف الاخطاء عشان يعالج الدفوهات اللي موجوده سواء فنيا او من ناحيه الاعداد ومن ناحيه التغطيه على حائط الصد والتغطيه على الضارب والارسالات والحوائط الصد اللي لازم تكون قويه عشان تجيب منها نقطه. الارسال مع نادي الزمالك. ارسال من اعلى، استقبال، اعداد مره ثانيه، وادي رايس بتلعب الكوره من المحترفه الكوستاريكيه، وادي استقبال ايه الشامي بتعمل كل حاجه في الملعب بصراحه يعني. اعداد مره ثانيه، وادي حائط صد جميل من لاعبه النادي الاهلي، واعداد من كارينا ومحاوله لحصول، وحائط صد من رايس ولاعبة النادي الاهلي وتجيب نقطة، النقطة السادسة، 6 للنادي الاهلي، 10 الزمالك، اهي طالعة اهي رئيس تبقى حائط صد وبتجيب نقطة على الارسال، اهي رئيس ديانا رئيس رقم 5 من كوستاريكا بتلعب ارسال قوي، استقبال واعداد وحائط صد جميل من كارينا ومن مريم ثروت، والنقطة رقم 7 اهي حائط صد طالعة رقم 22، وآية خالد رقم 16، ونجيب النقطة 7. رايس على الإرسال، ديانا رايس تلعب إرسال من أعلى، إرسال خارج الملعب، مرة تصيب ومرة خارج الملعب. ارسال، استقبال، ندى وليد، وادي محاوله مره ثانيه لانقاذ الكره، ضرب خلفي واعداد وضربه ساحقه من كارينا، ودفاع عن الملعب من ايه خالد، وانا وايه الشامي بتضرب، وادي نقطه من كارينا والنقطه الثامنه، احسن اهي ايه الشامي بتلعب من مركز 2، ولكن في دفاع عن الملعب من لاعبات الزمالك، ولكن آية خالد بتطلع وتضرب الكرة وتجيب النقطة رقم 8. على الإرسال مريم ثروت خارج الملعب، والنقطة 9 للنادي الأهلي، 9 الأهلي 11 الزمالك. يلا يلا يا مريم، مريم ثروت على الإرسال رقم 15 والنقطة 9، وقت مستقطع أكيد طلبه الكابتن احمد فتحي مدير فني نادي الزمالك. سامع المدينه، ادي النادي لاعبات النادي الاهلي، ياسر صلاح مع ايه الشامي عشان طبعا هي ضريب مركز 2 فبيديها تعليماتها، والكابتن حمدي الصافي بيدي تعليماته للعيبه كلهم، وبرضه بيدي لايه الشامي. وانتهى الوقت المستقطع اللي مدته 30 ثانيه. ارسال مع النادي الاهلي رقم 15 مريم ثروت، 9 11
ارسال من اعلى، استقبال واعداد، وهذه محاوله من النادي الاهلي الدفاع عن الملعب مره ثانيه. ندى وليد وبتلعب، تطلع هيا حمدي، هيا حمدي الشامي، وبتجيب النقطه العاشره. برافو يا ايه، ايه حمدي الشامي بنت كابتن حمدي الشامي المدير الفني لنادي الشمس سابقا، ومن لاعبات اللي كانت لها دور في البطولات مع النادي الاهلي. مريم ثروت على الارسال، بتلعب ارسال قوي، استقبال ومحاوله، لكن ندى وليد كانت صعبه عليها. استقبال النادي الاهلي واعداد من مريم ثروت ومحاوله لتعديل الكوره مره ثانيه. حائط صد، تغطيه، ادي التغطيه اللي بنقول عليها تغطيه على حائط الصد، ومحاوله مره ثانيه، اهي تغطيه برضه على حائط الصد، مره ثالثه ورابعه وعشره. لازم نقول التغطيه على حائط الصد وعلى الضارب لازم تكون قويه عشان ما تضيعش نقاط. ١٣ الزمالك، ١٠ الاهلي. استقبال النادي الاهلي، وادي ضربه ساحقه ونقطه للنادي الاهلي، النقطه ١١. يلا كارينا اهي، طالعه كارينا اهي وبتعدلها وبتطلع من مركز اثنين وبتضرب وبتجيب النقطه ١٢. ١٢ الاهلي، ١٣ الزمالك، ١١ الاهلي، ١٣ الزمالك. كارينا على الارسال، كارينا هتلعب ارسال من اعلى، استقبال اعداد وضرب ساحق وحائط صد ناجح من النادي الاهلي مره ثانيه، واحد صد ونقطه للنادي الاهلي، والنقطه ١٢. ١٢ الاهلي، ١٣ الزمالك، ونقطه فارق. يلا يا بنات يلا نحفز بعض ونجيب النقطه ال ١٣ ونتعادل ونعدي النقاط ونفوز وناخد الشوط ده. ارسال مع كارينا رقم ٢٢ لاعبه محترفه من كوستاريكا، وادي ادي اللي بنقول عليه التغطيه على حائط الصد، وادي ضربه ساحقه من كارينا مره ثانيه، ومحاوله مره ثانيه من ايه الشامي، حلوه يا ايه، برافو. والتعادل، نقطه التعادل، ١٣ الاهلي، ١٣ الزمالك، ونقطه التعادل اهي، ايه طالعه بسم الله ما شاء الله، 100 100 يا ايه، 100 100 يا ايه، ١٣ ١٣، وادي ضربه ساحقه ما لحقهاش حد وجت، ونقطة للنادي الأهلي. وعلى الإرسال رقم ٢٢ كارينا الكوستاريكية، هتلعب إرسال من أعلى، محاولة تانية من النادي الأهلي، ونقطة التقدم من لاعبة النادي الأهلي رقم ١٤ مي غزال اللي دافع بيها الكابتن حمدي الصافي، ونقطة التقدم ١٤ النادي الأهلي، ١٣ الزمالك. يلا يلا بقى، احنا فرقنا قبل كده وعايزين نفرق وناخد هذا الشوط. ١٤ الأهلي، كارينا على الإرسال، ١٣ الزمالك، وادي محاولة مرة تانية ونقطة، إيس النقطة ١٥، نقطة ١٥. ماي كارينا على الإرسال تاني مرة تانية، رقم ٢٢ لعيبة محترفة من كوستاريكا، ١٥ الأهلي، ١٣ الزمالك. يلا يا كارينا، 100 100 يا كارينا. استقبال آية الشامي وإعداد وضربة ساحقة وضربة كده فوق البلوك، ومحاولة مرة تانية ودفاع عن الملعب، برافو يا ندى، ومحاولة مرة تانية من سارة أمين، بتضرب حائط صد، لازم نغطي لازم نغطي، معلش معلش. ١٤ الزمالك، ١٥ الاهلي، والاهلي متقدم في هذا الشوط.
مش عايزين نفرط بقى في التقدم دون ونخليه لصالحنا وناخد هذا الشوط. استقبال النادي الاهلي واعداد شروع ونقطه للنادي الاهلي، نقطه للنادي الاهلي من ساره امين رقم 11 والنقطه 16 اهي طالعه وبتعدلها مريم ثروت اهي طالعه ساره امين من مركز اربعه وبتضرب وبتجيب النقطه 16 ويزداد الفارق الى نقطتين مره ثانيه. وعلى الارسال رقم 14 من النادي الاهلي مي غزال، مي على الارسال استقبال، دي لعبه مكان رئيس رقم 5 استقبال من النادي الاهلي مره ثانيه، وادي ضربه ساحقه ومحاوله من رئيس، وادي مره ثانيه مي، وادي نقطه، نقطه ثانيه من ساره امين رقم 11 والنقطه 17 ويزداد الفارق الى 3 نقاط، 17 الاهلي 14 الزمالك. يلا يا بنات الفرصه قدامنا، يلا احنا فرقنا 3 نقاط وقت مستقطع طلبوا يا احمد فتحي وكابتن حمدي الصافي طبعا مبسوط من اللاعبات. يلا عشان نخلص من هذا الجيم يبقى 2-1، يبقى فاضل جيم كمان ونفوز بهذا اللقاء. امام حضراتكم اهو حمدي الصافي عمل تغييرات فعلا اثمرت عن تحقيق التعادل وعن تقدم النادي الاهلي في الشوط الثالث، وعن التغييرات اللي عملها برضو لها ثمارها واتت بثمارها. وانتهى الوقت المستقطع الفني، الوقت المستقطع اللي طلبه الكابتن احمد فتحي مدير الفني نادي الزمالك واعتبر ده الثاني ليه. رقم 14 رسال مي غزال من الاهلي، يلا يا مي، يلا يا غزال، يلا هات نقطه مي غزال، ارسال من اعلى استقبال وضربه ساحقه من رئيس دانيال رئيس بتجيب النقطه 18، نقطة 18 للنادي الأهلي والأهلي يتقدم بفارق 4 نقاط. 100 100 يا غزال، يلا يا غزال. مي غزال على الإرسال مرة ثانية. مي غزال على الإرسال بتلعب إرسال قوي. حاط الصد الأهلاوي واقف بالمرصاد لكل الكرات. أحسن، برافو، إعداد عن الدفاع عن الملعب، ودي مرة ثانية. سارة حمدي، سارة أمين تلعب خلفي وآية الشامي بتعدي الكرة ملعب الزمالك مرة تانية ومحاولة وخارج الملعب والنقطة 19 للنادي الأهلي. ضربة ساحقة خارج الملعب من الزمالك، نقطة للنادي الأهلي والنقطة 19. ومي غزال على الإرسال، يلا يا مي، مي غزال 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 غزال، 100 100 والتقدم للنادي الاهلي بفارق 5 نقاط. ان شاء الله يخلص هذا الشوط للنادي الاهلي ونقطة للنادي الاهلي، نقطة، النقطة 20، النقطة 20. يلا يا بنات، برافو يا غزال، يلا يا غزال، يلا يا غزال. كرة حلوة وارسال صاعد، يلا يا غزال. و20 14 فارق 6 نقاط والاهلي متقدم. ادي ارسال من اعلى، مي غزال بتلعب ارسال قوي، وادي مره ثانيه في دفاع عن الملعب، لا لا لازم نغطي، لازم قلنا نغطي على الضارب قوي جدا. 15 نادي الزمالك 20 النادي الاهلي والتقدم اهلاوي بفارق 5 نقاط. استقبال من النادي الاهلي، استقبال اهو ايه، وبتضرب رايس ولكن خارج الملعب، خارج الملعب، خارج الملعب. نقطة رايحة كده، لازم نخلي بالنا ونبص على بعض ونعد بالمقاس عشان ناخد نقطة. استقبال سارة أمين وإعداد وخارج الملعب من رئيس تاني، نقطة لنادي الزمالك. كنا 6 نقاط بقينا 3 نقاط، لازم وقت مستقطع التاني للكابتن حمدي الصافي اهو عايز يمتص لاعبات الزمالك لان الفرق كان 6 نقاط بقى اصبح 3 نقاط، كنا 20 6 14 او 15.
يلا احسن. ده الشوط الثالث، مباراة الكرة الطايرة بين قطبي الكرة الطايرة الأهلي والزمالك بصالة الشهداء بفرع الجزيرة بالنادي الأهلي. والأهلي متقدم في الشوط الثالث 20-17 ومتعادل في الأشواط 1-1 مع نادي الزمالك. وادي الإرسال، وادي استقبال من النادي الأهلي، وادي إعداد وعدت الكرة، برافو سارة أمين مرة ثانية خارج الملعب، والنقطة 21 خارج الملعب، خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي. كابتن حمدي الصبحي هيعمل تغييرة كده بقى، أكيد في حاجة في دماغه. أهي نقطة 21. مباراة قمة، مباراة إثارة، مباراة متعة. دعاء الغباشي رقم 4. 21 شهر الزمالك قوي. هذه محاولة ضربة ساحقة من سارة. مرة تانية نادي الأهلي بيلعب وبيضرب. يلا مريم ثروت بتعد ضربة خلفية من كارينا، ولكن في مرة تانية كارينا بتدافع عن الملعب. مريم ثروت، كارينا بتعدي الكورة مرة تانية ومحاولة كده للدفاع. خلي بالنا من الدفاع عن الملعب، وخلي بالنا من حافظة، وضربة قوية من كارينا وتنزل ملعب نادي الزمالك، والنقطة 22. ويتقدم النادي الاهلي 22 اهي امام حضراتكم. اهي كارينا بتلعب، جت في لاعيبه من الزمالك ونزلت ارض ملعبهم، وتبقى نقطه للنادي الاهلي والتقدم للنادي الاهلي. ودعاء الغباشي، تسلم ايديك يا دعاء. دعاء الغباشي بيلعب ومحاوله، ونقطه للنادي الزمالك، نقطه لنادي الزمالك. 22 الاهلي 18 الزمالك. وادي تغيير هيعمله الكابتن حمدي الصافي، هو نفس التغيير. دعاء الغباشي خارجه ونازله ايه الشامي رقم 1 تاخد نفسها. طبعا هو كان عايز يلعب دعاء، ولكن ايه طبعا خبره وبتلعب وبتجيب وبتضرب من مركز 2 وبتلعب ارسالات قويه، فطبعا هو بيعمل تغيير كده عشان يريح ايه وينزلها تاني. ادي ايه اهي بتضرب من خلف الملعب، محاوله مره ثانيه، ولكن نقطة، نقطة لنادي الزمالك، نقطة 19. يلا يا آية معلش تتعوض. إرسال من نادي الزمالك، استقبال النادي الأهلي، كارينا وإعداد من مريم ثروت، وكارينا بتعدي خلفي مرة ثانية. نحاول ندافع عن الملعب، برافو كارينا بتعد، وادي ساره حمدي ساره امين بتعديها مره ثانيه، وادي محاوله. لا يا كارينا مش كده. نقطه لنادي الزمالك والفارق نقطتين، وفي تغيير للنادي الاهلي هيعمله اكيد كابتن حمدي الصافي. بنشوف ضربة ساحقة خلفية من كارينا، محاولة ودفاع عن الملعب واعداد ونقطة، ونقطة للنادي الأهلي، النقطة 23، 23 النقطة 23، ويزداد الفارق إلى 3 نقاط. أهي سارة أمين طالعة وتضرب من مركز 4 وبتمسك، بتضرب من أعلى نقطة وبتجيب نقطة رقم 23. سارة أمين على الإرسال. سارة على الإرسال، إرسال قوي يا سارة، استقبال، إعداد مرة تانية، يلا خارج الملعب، خارج الملعب، والنقطة 24، نقطة ويفوز النادي الأهلي في هذا الشوط 24-20. أهي ضربت لخمة من ضاربة نادي الزمالك وضربت الكرة خارج الملعب، وسارة أمين على الإرسال، استقبال، إعداد، وأدي محاولة مرة تانية، وأدي إرسال، وادي دفاع عن الملعب. ده اللي انا قلت عليه يا جماعه، ده اللي انا قلت عليه. 21 الزمالك 24 الاهلي، وارسال
معلش يا ندى، برافو، انت عملت اللي عليكي، عملت اللي عليكي يا ندى. ندى لاعبه ممتازه النهارده في مركز الليبرو. استقبال من النادي الاهلي، كارينا واعداد شروة، ضربه ساحقه ونقطه وخارج الملعب. نكسر ايدينا شويه عشان نجيب النقطه، نكسر ايدينا للزاويه بتاعت الضرب. 24 النادي الاهلي، 22 الزمالك، والارسال مع نادي الزمالك. استقبال نادي الاهلي، ندى واعداد شرو وكارينا، ونقطة للنادي الاهلي، وينتهي هذا الشوط 25-22، ويتقدم النادي الاهلي 2-1 في الاشواط. 25-22 للنادي الاهلي بضربة ساحقة من كارينا المحترفة من كوستاريكا. ومع فاصل ونعود مع حضراتكم للشوط الرابع من هذا اللقاء الممتع والمثير بين قطبي الكرة الطايرة الاهلي والزمالك للسيدات. مع حضراتكم في الشوط الرابع لكرة الطايرة من مباراة القمة بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في ختام الدور الاول لكرة الطايرة السيدات للدوري الممتاز للموسم 2022-2023 من صالة الشهداء بفرع الجزيرة بالنادي الأهلي. أمام حضراتكم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي اللي بيتابعونا، الأهلي متقدم في الأشواط 2-1. الشوط الأول كان للزمالك 25-19، الشوط الثاني للأهلي 26-24، الشوط الثالث 25-22. على إيدك اليسار فريق النادي الأهلي بزيه الأحمر المعهود وفريق الزمالك بزيه الأبيض. أمام حضراتكم وادي فريق تشكيل النادي الاهلي، هقول لحضراتكم: شروق فؤاد رقم 9 معد الفريق، مريم ثروت رقم 15 امام حضراتكم اهي، وليبرو الفريق ندى وليد رقم 2، وادي ايه الشامي كابتن الفريق رقم 1، ومعاها معانا ديانا رئيس رقم 5 وكارينا رقم 22. وادي ارسال واستقبال، وادي محاولة، وادي النقطة، وادي النادي الاهلي ومي غزال رقم 14، الغزال اللي كان سبب في بعض النقاط في الشوط السابق. وادي محاولة من لاعبات نادي الاهلي، وادي حائط صد مرة تانية، وادي النادي الاهلي صح هذا الشوط والشوط اللي فات واللي قبليه، البعض الاخطاء اللي قال عليها الكابتن حمدي الصافي للاعبات، وقدر فعلا يغير المباراه وشكل المباراه، وتقدم النادي الاهلي 2-1 حتى هذه النقطه في الشوط الرابع الاولى لنادي الزمالك. ارسال مع نادي الزمالك. النادي الاهلي طبعا متقدم 2-1 في الاشواط، كل الامنيات للاعبات النادي الاهلي بالفوز. بطولات النادي الاهلي، الاهلي حصل على الدوري 38 مره، وده ختام الدور الاول، والاهلي فاز على كل الفرق في المجموعه بتاعته. وادي حائط صد، الاهلي فاز على كل فرق المجموعه بتاعته، فاز على الزهور 3-0، فاز على الاتحاد السكندري 3-0، فاز على 6 اكتوبر 3-0، فاز على اصحاب الجياد 3-0، فاز على وادي دجله 3-0، فاز على هليوبلس 3-0. ارسال من نادي الزمالك، استقبال النادي الاهلي، يلا نعوض النقطتين دول. وادي اعداد خلفي، مريم غزال رقم 14، وادي محاوله مره ثانيه كده، وادي استقبال ايه حمدي، وادي نقطه جميله، مريم ثروت يا فنانه، مريم ثروت بتلعب الكرة كده، هي معدة طبعا، بتلعب الكرة بإذراعها الأيسر وبتجيب نقطة كده، دي كرة فنية من بعض اللاعبات المعدات. دايما المعد دايما بيبقى له طريقة في ضرب الكرة أو بيلعب الكرة بليسنج كده ويجيب منها النقطة. مريم ثروت على الإرسال، واحد النادي الأهلي، الزمالك 2، ونقطة لنادي الأهلي. وادي استقبال وحش من نادي الزمالك، يجيب النقطة الثانية مريم ثروت، النقطة الثانية 2-2، مريم ثروت بتلعب إرسال ومريم بتولي بتضيع الكورة، يبقى 2-2 النادي الأهلي ونادي الزمالك. 15 مريم ثروت على الإرسال، بتلعب إرسال من أعلى استقبال،
اعداد ومحاوله من قلنا نغطي يا جماعه نغطي. ثلاثة الزمالك، اثنين الاهلي، والارسال مع نادي الزمالك. استقبال الاهلي، استقبال من ندى، اعداد لمريم ثروت ومحاولة من مي غزال، واستدفاع عن الملعب تاني من مريم ثروت. وادي آية الشامي بتضرب من مركز اربعة وبتجيب نقطة التعادل. خبرة لاعبها، خبرة آية الشامي، هي بتضرب بذراعها الأيمن وبتجيب نقطة، نقطة التعادل 3-3. كارينا على الإرسال، كارينا أي كاسو لاعبة النادي الأهلي مركز أربعة، هتلعب إرسال من أعلى، بتضيع الإرسال. لا ما نضيعش الإرسالات، ده سهل، إرسال سهل، ليه نضيعه؟ نقطة تضيع ليه؟ ارسال من اعلى، استقبال نادي الاهلي، مي غزال واعداد مريم ثروت، وضرب ساحقه وبتيجي في حائط الصد وتبقى تاتش بلوك، ونقطه الرابعه للنادي الاهلي ونقطه التعادل 4-4 امام حضراتكم. النتيجه ايه؟ يلا نضغط ونلعب ونجيب ارسالات ايس ونضرب ضرب ساحق من مركز اثنين ومركز اربعه، ونضرب سريع من مركز ثلاثة إن شاء الله، ونفوز بهذا الشوط وهذا اللقاء لصالح النادي الأهلي. ضربة ساحقة ومحاولة، ولكن في تأخير كده من كارينا، وتبقى النقطة الخامسة لنادي الزمالك. على الإرسال هيلاري الأمريكية من محترفة في الزمالك، ارسال من اعلى، استقبال من النادي الاهلي، اعداد مريم ثروت وبتضرب آية حمدي، ومحاولة مرة تانية، آية بتلعب في كل المراكز ودفاع عن الملعب، ولكن دي جت متأخرة شوية. كارينا لعبت الكرة ولكن محدش لقاها. احنا الاحسن، احنا الافضل، احنا فايزين، لازم نلعب على كده، ما نوقفش، ودفاع عن الملعب له محاوله وارسال ونقطه نقطه. مش عايزين نزود الفرق عن كده يا بنات، نلعب. وقت مستقطع طلبه الكابتن حمدي الصافي، طبعا ثلاث نقاط فارق، وعايز يشوف ايه الاخطاء اهو امام حضراتكم. على ايدك اليسار حمدي الصافي وياسر صلاح واحمد عبد الفتاح الجهاز الفني، ومعاهم ايهاب حسن مدير اداري، ورانيا عبد العزيز مخطط احمال، ووليد عصمت اداري، وهدير وحيد طبيب، ومنا عادل توفيق علاج طبيعي، وشريهان سامح محلل تقني، ليا اخت طبعا نهله سامح كابتن الفريق. وانتهى الوقت المستقطع أمام حضراتكم. النادي الأهلي على إيدك اليسار بزيه الأحمر، ونادي الزمالك على إيدك اليمين بزيه الأبيض، ولازم نلعب ناخد هذا الشوط عشان نفوز بهذا اللقاء، وإلا سنلجأ إلى الشوط الخامس. وأدي نقطة للنادي الأهلي، إرسال ضايع من نادي الزمالك، والنقطة الخامسة الأهلي خمسة سبعة نادي الزمالك، والأعلى إرسال لاعبة النادي الأهلي. آية حمدي بتلعب إرسال من أعلى، استقبال ومحاولة مرة تانية وتعدي الكورة، ولكن سارة حمدي سارة أمين وضرب خلفي من كارينا، والنقطة الثابتة، النقطة الثابتة كارينا. يلا نلعب 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 نلعب، لازم نلعب ونجيب نقاط من الإرسالات، نجيب نقاط من ضرب الساحق، وهنشوف آية حمدي. آية حمدي رقم واحد على الإرسال، آية تلعب إرسال من أعلى، استقبال إعداد ومحاولة مرة تانية، ولكن نقطة ضيعة، نقطة ضيعة.
ارسال استقبال النادي الاهلي، اعداد مريم ثروت وضربه ساحقه ونقطه، ونقطه السابعه للنادي الاهلي من ساره امين. اهي ساره امين طالعه وبتضرب، تسلم ايدك يا ساره، تسلم ايدك. سبعه النادي الاهلي، ثمانيه الزمالك. وعلى الارسال ساره امين، ساره بتلعب رقم 11. ارسال قوي واستقبال ومحاوله ومره ثانيه نقطه لنادي الزمالك. فارق نقطتين، لازم نتعادل ولازم نتقدم عشان ناخد هذا الشوط، عشان ما نلجاش للشوط الخامس، عشان يكون احسن لينا 3-1 احسن ما نلجا للشوط الخامس. استقبال النادي الاهلي ومحاوله مره ثانيه، حائط صد اهو، نقطه نقطه لنادي الزمالك. فارق ثلاث نقاط، لازم نخلي بالنا، رجعنا للفارق ثاني ثلاث نقاط، كنا نقطة واحدة. استقبال من النادي الأهلي وإرسال ضايع، إرسال ضايع، والنقطة الثامنة للأهلي. الأهلي 8 10 الزمالك، ورايس على الإرسال، دانيال رايس المحترفة من كوستاريكا، تلعب إرسال من أعلى، ارسال قوي واستقبال واعداد ومحاوله وحائط صد ناجح من مي غزال، يا غزال يا غزال. والنقطه التاسعه، تسعه النادي الاهلي 10 الزمالك، ونقطه واحده فارقه اهي، رجعنا النقطه تاني، نتعادل بقى ونتقدم ونفوز بالشوط ده. ارسال من اعلى، استقبال، اعداد، وحائط صد، وفي دفاع عن الملعب اهو، ايه بترفع لساره لوكارينا، ومحاوله مره ثانيه، في استقبال من النادي الاهلي، مره ثانيه بترجع الكره وحائط صد، تغطيه تغطيه، معلش معلش معلش، عشان كان في حائط صد ثلاثي فما لحقناش نغطي على الحائط الصد، لكن رايحه آية حمدي رايحة بصراحة، ولكن يعني في يعني الكرة قد أسبق من إيديها. 11 نادي الزمالك، 9 النادي الأهلي. والإرسال واستقبال من النادي الأهلي. استقبال أهو، إعداد مريم ثروت هناك لكارينا بتعديها، ومحاولة مرة ثانية، وحائط صد ناجح من مي غزال. يا غزال يا غزال يا غزال، والنقطة العاشرة، مي غزال بتجيب النقطة العاشرة وبتقلص الفارق إلى نقطة واحدة. فعلا الكابتن حمدي الصافي للتغييرات اللي عملها قدرت تغير سير المباراة. مريم ثروت على الإرسال، رقم 15 معد الفريق الثاني بعد شروق فؤاد، إرسال من أعلى، يا سلام لو كانت جت نقطة دي. نقطة للنادي الأهلي ونقطة التعادل، نقطة التعادل، نقطة التعادل. أهي طالعة كارينا ومي غزال مع بعض، زوجي زوجي زوجي، نقطة للنادي الأهلي، نقطة التعادل 11 11. كابتن حمدي الصافي اهدوا وهنغلب وإن شاء الله وربنا ييسر. 11 11 رقم 15 إرسال، مريم ثروت تلعب إرسال من أعلى، استقبال ومحاولة ودفاع، بص بقى اهو، ده الدفاع عن الحائط الصد، وادي كارينا بتضرب ومحاولة مرة تانية، 11 11 وادي الكرة ومحاولة مرة تانية من لاعبات النادي الأهلي، وكارينا بتلعب الكرة ولكن في دفاع، الدفاع الزملكاوي صامت وخارج الملعب، والنقطة 12 ويتقدم النادي الأهلي 12 11. الأهلي يتقدم اهي، لعيبة نادي الزمالك تلعب الكرة خارج الملعب، والنقطة 12 ويتقدم الأهلي 12 11.
فرحه لاعبات النادي الاهلي، فرحه الجهاز الفني. والوقت المستقطع طلبوا احمد فتحي المدير الفني لنادي الزمالك، طبعا كان هو فارق 3 نقاط ولكن بقى في فرق نقطه للنادي الاهلي. وامام حضراتكم التغييرات برضو اللي عملها الكابتن حمدي الصافي بالدفع بمي غزال ومريم ثروت، قدرت ان هي تغير شكل المباراه وتعمل شكل هجومي، والاهلي يتعادل في الشوط الرابع ويتقدم 12-11 والاهلي متقدم في الاشواط 2-1 في مباراه الكره الطايره اللي لسه جاي قدام شاشه قناه النادي الاهلي، بتقدم النادي الاهلي 2-1 في مباراه القمه بين فريقي الاهلي والزمالك في ختام الدور الاول للكره الطايره للسيدات، وتقدم النادي الاهلي. ومريم ثروت على الارسال، و12 الاهلي 11 الزمالك، ارسال من اعلى، استقبال، اعداد، وحائط الصد، وخارج الملعب، خارج الملعب، والنقطه 13. الاهلي يتقدم 13-11 وفارق نقطتين للنادي الاهلي. يلا يلا يا مريم، رجعنا اهو قلنا للفارق ان شاء الله وهنرجع للفارق، وفعلا فرقنا وزدنا والفرق زاد الى نقطتين اهو. ومريم ثروت على الارسال، استقبال، اعداد، ومحاوله، وحائط صد ناجح، والنقطه 14. مي غزال ولاعبات النادي الاهلي عملوا شغل في على حائط الصد وعلى الارسال وعلى الضرب الصاعق، والتقدم للنادي الاهلي. مي غزال اهي في مركز اربعات معاها لاعبه كارينا ومعاها زملائها زميلتها، والنقطة 14 للنادي الأهلي. وتغيير في نادي الزمالك عشان يقدر يشوف الدفاعات اللي عنده الكابتن أحمد فتحي. الإرسال مع النادي الأهلي، مريم ثروت، والنتيجة تقدم الأهلي 14-11 وثلاث نقاط فارق. والإرسال قوي، إرسال قوي، واستقبال، إعداد، ومحاولة مرة ثانية، وادي استقبال من النادي الأهلي، إعداد من مريم، ضربة ساحقة من كارينا، والنقطة 15. النقطة 15 للنادي الأهلي، يا فرحتك يا أهلاوية، يا فرحتكم يا أهلاوية، نقطة 15. تسلم إيدك يا كارينا، تسلم إيدك يا مي، تسلم إيدك يا غزال، غزال يا غزال يا غزال. على الإرسال مريم ثروت، مريم ثروت هتلعب إرسال من أعلى، 15 الأهلي 11 الزمالك، أربع نقاط فارق، واقتربنا من الفوز بهذا اللقاء، هذا اللقاء الممتع المثير. يا حمدي ترفع مي غزال، ومحاولة مرة تانية، عايزين نزيد، والنقطة 16، والنقطة 16، حائط الصد، حائط الصد من كارينا ومي غزال. مي غزال يعني نزولها كان فعلا له الأولوية وله وكان الأحسن. وادي وقت مستقطع طلبه الكابتن احمد فتحي المدير الفني لنادي الزمالك، والفارق 5 نقاط للنادي الاهلي. ما نفرطش في النتيجه دي عشان نفوز بهذا الشوط، عشان نفوز بهذا اللقاء ونفوز بلقاء القمه في الكره الطايره اللي ما شفناهوش من زمان بين الاهلي والزمالك، كره طايره، والاهلي الاحسن، الاهلي الافضل، الاهلي فايز، الاهلي متقدم، الاهلي هو كل حاجه، اهلي البطولات، اهلي النجوم، الاهلي حاصل على دوري 38 مرة، حاصل على الكاس 38 مرة، حاصل على افريقيا 10 مرات، حاصل على بطولات العرب 8 مرات، كابتن حمدي الصافي قدر يحط توليفة بعد غياب 4 لاعبات مشوا عن الاهلي وراحوا نادي الزمالك، ولكن الاهلي هو الاهلي، الاهلي بمن حضر، الاهلي بمن حضر، والارسال مع مريم ثروت، الاهلي بمن حضر، 16-11 للنادي الاهلي، وارسال واستقبال مرة تانية، وادي دفاع عن الملعب، ولكن تبقى أسرع أسرع يا جماعة. ستاشر اتناشر الأهلي الزمالك، مباراة القمة لكرة الطايرة سيدات في ختام الدور الأول للموسم 2022-2023. ومحاولة، وادي نقطة للنادي الاهلي، النقطة 17، مي غزال. اهي طالعة مي غزال، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميك يا بنت، ربنا يحميك يا مي. بتجيب النقطة 17 مي غزال. كارينا على الإرسال رقم 22، 17 الأهلي، 12 الزمالك، وإرسال قوي،
ارسال قوي فعلا. محاوله مره ثانيه من كارينا وادي اعداد. يا حمدي بتضرب صقر، اضرب يا صقر. محاوله مره ثانيه يا جماعه، نكمل. برافو يا ايه. استقبال اعداد ومره ثانيه النادي الاهلي ودفاع عن الملعب من من ندى وليد. ومره اخرى اهو حائط الصد، انتوا لحضراتكم التغطيه على حائط الصد واللعب، ولكن دي صعبه شويه، ما يجراش حاجه نعديها المره دي. الاهلي متقدم 17-13. برافو برافو برافو، لكن جت صعبه على اي حد. تغييرات طبعا في نادي الزمالك، خارجه رقم 22 من نادي الزمالك داليا اشرف، ونزلت مكانها على الارسال اهي لاعبه رقم 11 سابين حسن. استقبال من النادي الاهلي، ده ضرب ساحق ومحاوله من وارسال مره ثانيه ندى وليد بتعيد مريم، وضربه ساحقه خلفيه من كارينا ولكن ضعيفه، ومحاوله مره ثانيه اهو الاعداد. ايا حمدي بترفع وتضرب كارينا مره ثانيه. الاهلي الاهلي، لا يا جماعه لا 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 لا، لازم نضرب ونشوف. وفارق 3 نقاط دلوقتي، 17 الاهلي 14 الزمالك. استقبال النادي الاهلي، اعداد مريم ثروت، ضربه ساحقه من لاعبه النادي الاهلي مي غزال، يا غزال، من ساره من ساره امين رقم 11، وبتجيب النقطه رقم 18. يلا يا ساره، هاردي لك يا مي غزال على الارسال. 18 النادي الاهلي، الزمالك 14، 4 نقاط فارق، اقتربنا من الفوز بهذا الشوط وهذا اللقاء. مع حضراتكم من قناه النادي الاهلي، نتابع مباراه القمه والاثاره والمتعه بين فريقي الاهلي والزمالك في الكره الطايره للسيدات. وادي اعداد النادي الاهلي مريم ثروت، وادي كارينا، كارينا يا كارينا، برافو يا كارينا. محاوله مره ثانيه، دفاع عن الملعب مي غزال، اعداد مريم. يا حمدي يا ولد يا ولد يا ايه، معلش بقول لك يا ولد، انت ضربتي ضربه 100-100 يا ايه، 100-100 يا ايه. 20 النادي الاهلي، 14 نادي الزمالك، وفارق 6 نقاط. اهي ايه طالعه ولد، صقر صقر طالع يضرب الكوره. تسلم ايدك يا ايه، تسلم ايدك يا بنت. الارسال مع النادي الاهلي، ارسال من اعلى، لازم نعدي نعدي الارسال، نعدي الارسال حتى. الارسال 15 الزمالك 19 نادي الاهلي. استقبال اعداد مريم ثروت، وضربه ساحقه من رئيس دانيال رئيس لاعبة النادي الاهلي، والنقطة 20. 20 النادي الاهلي، 15 نادي الزمالك في مباراة القمة والاثارة والمتعة في ختام الدور الاول للكرة الطايرة للدوري الممتاز للموسم 2021-2023. دعاء الغباشة على الارسال، كان في تغيير، نزل الدعاء كده. يا دعاء بتلعب، ارسال من اعلى، استقبال النادي الزمالك، واعداد ومحاوله، ودعاء بتدافع عن الملعب مريم ثروت، وتعدي الكره رايس عشان تجيب، تحاول تجيب نقطه. ودي مره ثانيه دفاع عن الملعب، ارسال، وادي ضربه ساحقه ساره امين، ومحاوله من لاعبات نادي الزمالك، وتعديت الكره مره لمريم ثروت، بتلعب كره كده بليسنج، عايزه تعدي فوق الشبكه. مريم ثروت تاني، وآية بتضرب من مركز 4، ومحاولة مرة تانية اهي، ضربة ساحقة من رئيس، ولكن حائط صد ترجع ملعب النادي الأهلي.
نزل دعاء الغلاشي مكان آية الشامي أعتقد. آية الشامي مش موجودة في الملعب. استقبال النادي الاهلي، استقبال عداد مريم وبتضرب من مركز اربعه ساره امين، ومحاوله مره ثانيه من مركز اثنين دعاء الغباشي بتضرب وخارج الملعب، خارج الملعب، والنقطه 21، النقطه 21 للنادي الاهلي. هتنزل ايه حمدي الشامي ثاني وتطلع دعاء الغباشي اهي زي ما انا قلت لحضراتكم. تغيير، هو كان بيديها انفاسها عشان تقدر تضرب وتنهي هذا الشوط. الحكم تقريبا حسبتها لنادي الزمالك الكره اللي عدت، فالنقطه 17 20 للنادي الاهلي. استقبال النادي الاهلي، اعداد مريم وتضرب رايس تاتش وخارج الملعب، والنقطه 18 للزمالك. يا جماعه لازم نلعب، لازم نلعب، فارق نقطتين لصالح النادي الاهلي. وقت مستقطع للنادي الاهلي، طلبه كابتن حمدي الصافي مدته 30 ثانيه يشوف ايه الاخطاء اللي وقع فيها لاعباته خلال الفتره اللي فاتت، لانه كان متقدم بفارق 6 نقاط، كان 20 14 اصبح 20 18. في ارض الملعب بقى لاعبات النادي الاهلي اهو، مريم ثروت المعده، رايس، دانيال بتلعب في مركز ثلاثه، رقم خمسة بتلعب في مركز ثلاثة، ومعاه كارينا في مركز أربعة رقم 22. وادي استقبال من النادي الأهلي، إعداد مريم ثروت عايزة تجيب نقطة، وفعلا جابت النقطة، نقطة 21 للنادي الأهلي، النقطة 21 أهي، برافو مريم ثروت، برافو مريم ثروت، النقطة 21 للنادي الأهلي. ارسال من اعلى ولكن بيجي في الشبكه، ونقطه لنادي الزمالك. طبعا في تشجيع من الجماهير للاعبات امام حضراتكم، صاله الشهداء بالنادي الاهلي فرع الجزيره. استقبال من النادي الاهلي أمام حضراتكم، إعداد مريم ثروت وكارينا بتشوط، ونقطة للنادي الأهلي، برافو يا كارينا، النقطة 22 الأهلي بمن حضر، 22 النادي الأهلي، 19 نادي الزمالك في الشوط الرابع في مباراة المتعة والإثارة والقمة بين الكرة بين فريقي الأهلي والزمالك في الكرة الطايرة للسيدات في ختام الموسم 2022-2023. وادي إرسال إيه؟ نقطة للنادي الأهلي، نقطة للنادي الأهلي من رايس، والنقطة 23، نقطة للنادي الأهلي ونقطة، وينتهي هذا الشوط 23-19. رايس على الإرسال رقم خمسة المحترفة من كوستاريكا، استقبال، وادي النادي الأهلي، وادي ضربة ساحقة وحائط صد ومحاولة من مي غزال ولكن خارج الملعب، معلش، وقعت لاعيبة النادي الاهلي كده وقامت اهي. ثلاثة وعشرين عشرين للنادي الاهلي. طبعا الاهلي عايز ينهي هذا الشوط، ولو نهى هذا الشوط هينهي هذا اللقاء لصالحه ويفوز بمباراة القمة الاهلي. الارسال مع نادي الزمالك، بتشاور تغريد خطاب الحكم الدولي الحكم الاول للمباراه، ارسال من اعلى، استقبال النادي الاهلي، ساره واعداد من مريم، وتعدي الكره بجر، ومحاوله مره ثانيه، يلا ما نضيعش الكره دي يا اولاد،
معلش معلش يلا معلش 23-21 فارق 2. استقبال من النادي الاهلي. استقبال اهون. اعداد مريم وكارينا بتضرب. ومحاولة من النادي الاهلي عشان نوصل للنقطة 24 وحائط صد قوي من النادي الاهلي مرة تانية. اهو حائط صد والنقطة 24. والنقطة 24 ويصل الاهلي الى النقطة 24. 24-21 والاهلي اقترب من الفوز بالشوط وبالمباراة. هارد ويعني نبارك للنادي الاهلي ولاعبات النادي الاهلي مي غزال وكارينا وحمدي الصافي اهو سعيد بهذا الفوز ان شاء الله. 15 مريم ثروت والنقطه الاخيره مريم ثروت على الارسال. ارسال قوي وادي استقبال واعداد ومحاوله من حائط الصد الاهلاوي مره ثانيه. حائط صد ولكن خارج الملعب. أربعة وعشرين النادي الأهلي. 22 الأهلي نقطة وينهي هذا اللقاء لصالحه. يلا يا أهلاوية يلا يلا يا أبطال يلا يا بطلات. الأهلي دائما في المقدمة. الأهلي دائما بطل. الأهلي حارس 38 دوري. استقبال مريم ثروت وضربة ساحقة من كارينا وحائط صد. الله 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 عليك يا أهلي. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي. 25-22 الشوط الرابع للنادي الاهلي ويفوز النادي الاهلي بلقاء القمه والاثاره والمتعه على نادي الزمالك 3-1. 25-19 26-24 25-22 الشوط الاخير 25-22 النادي الاهلي ويفوز النادي الاهلي بلقاء القمه والاثاره والمتعه. يعني متعه متعه ما بعدها متعه. ومبروك لاعضاء النادي الاهلي، مبروك للنادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي، ومبروك للجهاز الفني كابتن حمدي الصافي ومعاونيه. مبروك مبروك. والاهلي بمن حضر مي غزال وشروق فؤاد ومريم ثابت ومريم ثروت وايا الشامي وعليا هاني وايا خالد ومي غزال وسلمى يوسف وديانا رايس وندى وليد ومريم الصغير ودعاء الغباشي ونهله سامح وسارة أمين وزين العالمي وكارينا أكيسو. ومبروك للنادي الأهلي تفوقه على نادي الزمالك 3-1. ومع تحياتي لحضراتكم وإلى اللقاء في مباريات أخرى. وألف مبروك للنادي الأهلي الجميل. نزل الكابتن العمري فاروق رائب رئيس النادي سعالي الوزير معالي الوزير العمري فاروق موجود في أرض الملعب وبيحيي الجماهير. خالد مرتجى محمد الجرحي محمد الغزاوي وقلنا وادي هذه فرحه فرحه ما بعدها فرحه للاعبي النادي الاهلي والعمري. كل الشكر لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره اللي كلهم موجودين. والاهلي بمن حضر حتى لو ايه الاهلي بمن حضر. والف مبروك للنادي الاهلي. شكرا للاعبات النادي الاهلي. شكرا للجهاز الفني كابتن حمدي الصافي اللي قدر يغول يحول مجرى المباراه من الشوط الاول الى فوز وتقدم بتغييراته. وادي سياده الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي في ارض الملعب. وادي محمد الغزاوي وادي خالد مرتجي وادي محمد الغزاوي وادي محمد سراج وادي محمد الجرحي. كل اعضاء مجلس الاداره مبروك لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. مبروك للجهاز الفني النادي الاهلي. مباراه القمه والاثاره 3-1 للنادي الاهلي الجميل. والاهلي من حضر. والنهارده طبعا الناشئين فازوا على النادي الزمالك 3-1 في الكره الطايره المرتبط وفازوا في كره القدم الناشئين 2-1. يوم جميل يوم عيد او يوم عيد في نادي الاهلي. يوم عيد في نادي الاهلي فوز الكره الطايره للشابات للسيدات على نادي الزمالك وفوز للناشئين للاعبي النادي الاهلي في كره القدم وفي الكره الطايره في المرتبط. ادي اعضاء مجلس اداره نادي الاهلي كلها فرحانه وسعيده بصاله الشهداء والتهاني والتبارك من اولياء الامور للاعبات النادي الاهلي. ندى وليد لاعبه النبرو اللي عملت مجهود كبير النهارده هي ومي غزال
غزال بصراحه لعبه التغيير اللي عمله كابتن حمدي الصافي، قدر ان هو يغير مجرى المباراه، وساره امين بتسلم على والدها هي وتلقى التهاني من اولياء الامور في ارض الملعب، ومبروك للنادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي اهو، كل اعضاء مجلس اداره بتآزر فريق النادي الاهلي، ومبروك للنادي الاهلي والكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي وكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي اهو، الكابتن حمدي الصافي اهو مجتمع باللعيبه وبيبارك لهم ويقول لهم انتوا عملتوا مجهود، عملتوا مباراه، عملتوا كل حاجه، وحولتوا مجرى المباراه من خساره في الشوط الاول الى فوز وتألق، وان شاء الله ما يكونش اخر فوز باذن الله، في الى فوز متكرر باذن الله مع لاعبات النادي الاهلي والكره الطايره لبنادي الاهلي للسيدات. وادي الكابتن نهله سامح كابتن الفريق وقفة، وطبعا بتقدم اللاعبات الى جهاز الفني والى اعضاء مجلس الاداره، ودايما الاهلي بمن حضر، والاهلي بمن حضر. يوم عيد في النادي الاهلي النهارده، فوزوا على فريق كرة الطائرة للسيدات على فريق الزمالك، وفوزه في كرة الطائرة المرتبط أيضا 3-1 على الزمالك، وفوزه في كرة القدم 2-1 في الناشئين. وده طبعا دي كلها حاجات عادية للنادي الأهلي، الفوز دايما والبطولات والإنجازات والانتصارات في عهد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ودايما الأهلي بمن حضر، مش عايزين نكررها تاني ونقول ان الاهلي دايما بمن حضر، والاهلي دايما صاحب انجازات صاحب انتصارات. الاهلي فريق الكره الطايره للسيدات حصل على 38 دوري، حصل على كاس مصر 35 مره، حصل على بطوله الانديه الافريقيه 10 مرات، حصل على مركز الوصيف 8 مرات، حصل على 8 مرات بطولات عربيه. الجهاز الفني الجميل بقياده الكابتن حمدي الصافي، كابتن ياسر صلاح مدرب عام، كابتن احمد عبد الفتاح مدرب، كابتن حسن مدير اداري، رامي عبد العزيز مدير اعمال، وليد عصمت اداري، هدير وحيد طبيب، منى عادل توفيق علاج طبيعي، شريهان سامح محلل تقني، وكل التوفيق لفريق الكره الطايره للنادي الاهلي، ودايما الاهلي من انتصارات لانتصارات في عهد الكابتن الاسطوره الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. دايما بنشكر وبنقدم التهاني والتبريكات الى اعضاء مجلس الاداره والى اعضاء النادي الاهلي، اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي على الفوز النهارده في كرة الطايرة للسيدات وفي كرة الطايرة المرتبط وفي كرة القدم للناشئين، فوز النادي الأهلي 2-1. كل الأمنيات وكل ماشي بنقول يعني كلام جميل قوي، كلام حلو قوي. ايه اليوم الحلو ده للنادي الاهلي؟ مع تحيات محدثكم الدكتور مروان صالح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.